مشاهدينا في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر من خلال شاشات الكارما ومعا نحو عالم افضل. احبائي اسمحوا لي ارحب بضيوفي الاعزاء لهذا المساء، القسيس الغالي علينا جدا الدكتور اللي هو فعلا من قلبه حبيب يحب الرب ويقدم النهارده كلام يعلي بيه اسم الرب، القسيس هشام كامل راعي كنيستنا الانجيليه بتمبل سيتي وايضا مدير المركز العربي بكاليفورنيا. اهلا وسهلا بيك حضره القسيس. اهلا بيك يا مرفت، مبسوطين جدا تكون معانا. وايضا اخونا الغالي المرنم الذي له العديد من الترنيمات الملحنه بالحانه والمكتوبه بكلماته المرنم ميشيل بؤتر. اهلا وسهلا بيك يا ميشيل. اهلا بحضرتك، مبسوطين تكون معانا. ثانك يو. احبائي وكعادتنا نحب نبدا حلقتنا بان احنا نيجي قدام الله ونرفع قلبنا ليه ونيجي ونقول له يا رب جاي لك بكل اللي بيفرحنا، بكل اللي بيحزننا، بكل اللي بيألمنا، كل اللي بيسعدنا. جايين نرفع قدامك في بداية حلقتنا إخواتنا أسر وأهل شهداء الإسكندرية في ذكرى الأربعين، جايين نحطهم قدام عرشك. أنا عارفة في الوقت ده بتتقلب المواجع وبترجع الأحزان، عايزين من تاني نقوم ونثبت عينينا على ربنا ونشوف ولادنا فين ونفرح باللي بيعمله معنا ربنا ونتائج اللي بيعمله معنا ربنا. لكن كمان بدعوك النهاردة ان احنا نرفع عينينا من على انفسنا شوية. كتير بنصلي لاحتياجاتنا الخاصة والانفسنا والاولادنا ولبيوتنا والاجتماعاتنا وكنايسنا، ما تاخدوش بالكم مرة واحدة انه في احتياج كبير. لو بلادي مش في امان اعتقد انا مش في امان، زي ما شفنا محتاجين قوي نرفع قلبنا ونصلي من اجل استقرار الاوضاع في مصر. في امور كتير محتاجه الصلاه، في امور كتير محتاجه تتظبط، في امور كتير محتاجه ايد ربنا. عشان كده عايزين نتحد في الصلاه من اجل مصر. انا النهارده عايزه اقترح عليكم اقتراح انا بنفسي عملته. عملت ايه؟ اشتريت خريطه لمصر وحطيتها قدام عيني رايحه جايه انا بصلي لمصر، بصلي للاحياء الصغيره بتاعت مصر، بصلي الشبرا والشرابيه والزاويه الحمراء وشبرا الخيمه وحزبه النخل وعين شمس، حته حته للمهندسين والصحفيين، لمدينه المهندسين، لمدينه 6 اكتوبر، لمدينه 15 مايو. تعالوا كده وشاركوني في ده. حط خريطه مصر قدامك، تعال على كل منطقه وحط ايدك عليها وغطيها بالدم وقول محميه مصر ارض وشعب وسلطه. من فضلكم محتاجه في الوقت الجاي تتحدوا معانا، هيقودنا حضره القسيس في الصلاه. تعالوا بقلب واحد نقول له جايلك جايلك فعلا يا اللي بتسمع الصلاه وبتستجيب وبتيجي بنجده سريعه تنقذنا وتنقذ شعبنا. تفضل حضره القسيس. يا رب بنشكرك لانك اله صالح، وبنشكرك يا رب لانك انت الله القادر على كل شيء. بنشكرك يا رب لأنك أنت الحصن والملجأ. بنشكرك يا رب لأنك أنت الله وليس آخر. يا رب مين غيرك نقدر نجيله بكل جروحنا وأوجعنا، بكل همومنا ومخاوفنا؟ مين غيرك يا رب نقدر نلجأ له ونلاقي فيك النعم ونلاقي فيك الأمين؟ يا رب جايين النهاردة بنشكرك على كل الظروف اللي بنكتاز فيها، لأنه برغم صعوبتها وبرغم يا رب ما فيها إلا أن يا رب بنرى يدك القوية وذراعك الرفيعة، بنرى يا رب خلاصك، بنرى يا رب قدرتك، بنرى يا رب عظمتك. يا رب جايين لك النهاردة بقلوب مكسورة مع كل أب أو أم أو زوج أو زوجة أو ابن
أو ابنة فقدوا أحباء في كنيسة الإسكندرية. يا رب إن كان مر 40 يوم على وفاتهم وإن كان مر 40 يوم على الحادثة المشؤومة، لكن يا رب إحنا بنصلي بل بنثق يا رب إن الروح المعزي الروح القدس هو الوحيد القادر إنه يعزي كل أسرة وكل جريح وكل مريض هناك يا رب، كل شخص متألم للي حصل. وبنصلي يا رب كمان عشان بلادنا مصر بكل يا رب ما بيحصل فيها، وبنعترف يا رب قدامك انه في كل لحظه بنقول الامور ابتدت تهدى بنلاقي يا رب انها بتتولع اكتر او بتبقى اصعب اكتر. يا رب احنا جايين لك النهارده وبنصلي يا رب انك تعم بسلامك على شعبك في مصر. يا رئيس السلام ملناش غيرك يا رب. المرنم قال رفعت عيني الى الجبال من حيث ياتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والارض. يا رب انت الوحيد اللي في الظروف دي بنقدر نلجأ لك وبنقدر نصرخ إليك وبنقدر يا رب نلجأ ليك، وبنثق يا رب أنك أنت بكلمة واحدة يا رب المسيح لما رأى الأمواج عالية وقف وانتهر الريح، وفي الحال هدأت الريح. يا رب تعالى وأؤمر يا رب للريح المضادة، أؤمر يا رب للأمواج العالية اللي بتحصل في مصر أنها تسكت. يا رب تعالى مرة تانية وحل بسلامك على شعبك، شعبك يترجاك يا رب. تعالى حل بسلامك على شعبك، على هذا الوطن يا رب اللي احتضن المسيح وهو طفل مع العيلة المقدسة. تعالى رب اذكر للشعب ده يا رب، أنا عارف إن احنا أخطأنا وعوجنا المستقيم، أنا عارف يا رب إن احنا ملنا كل واحد إلى طريقه، أنا عارف إن احنا نستاهل يا رب، لكن أنا عارف يا رب في نفس الوقت إن محبتك ورحمتك يا رب، أنت يا رب اللي لما رأيت شعبك منطرحة كغنم لا راعي لها أرسلت ابنك. تعالى رب ارسل كلمة واشفي شعبك، ارسل كلمة رب وعزي أولادك، ارسل كلمة رب وعم بسلامك. بنرفع مصر كلها بين إيديك يا رب، باللي معه واللي ضد واللي بيهتف واللي ما بيهتفش، بنرفع الشعب كله. لكن يا رب كمان بنصلي حماية خاصة من أجل أولادك، من أجل شعبك، من أجل المؤمنين، من أجل الكنائس، من أجل رب كل الذين هم في ضيقة. تعالى رب أنت النهاردة واعلن يدك يا رب، واعلن يا يسوع عن مجدك للقلب اللي بيشتاق لك. تعالى رب اعلن بقوة رب عن اسمك، خلي رب الناس كلها ترفع عينيها ليك انت وحدك. يا رب اقبل صلاتي وصلاة كل المؤمنين اللي بيصلوا يا رب، ليس لأجل بر فيا او فينا او صلاح، لكن عشان خاطر اسم المسيح لكل اكرام ومجد. امين امين. أحبائي قبل ما ندخل لجوهر موضوعنا وهو دور المؤمن في الأحداث، هل هو واقف متفرج؟ هل هو بيشارك؟ هل بيعارض؟ هل بيأيد؟ هل بيصلي؟ هل بيعضد؟ هل بيدعم؟ هل سلبي؟ هل إيجابي؟ خلونا مع بعض نسمع الكلمات اللي ميشيل من قلبه وجهها لمصر، هو بيقول لها ساكن فيك يا مصر. هو نفسه يقول أنا ابنك يا مصر، هنا أو هنا، غني أو فقير، تعبان بردان، برضو أنا ابنك يا مصر. تفضل يا مشيل. الحقيقة قبل ما أكتب الترنيمة دي اللي تأثرت فيها بمقولة البابا شنودة لما قال مصر ليس وطنا نسكن فيه بل يسكن فينا، حسيت أني عايز أسأل نفسي سؤال، طب الروح القدس مش بيسكن فينا؟ فالإجابة جات لي على طول، الروح القدس بيسكن فيك كمصري. أنا مسيحي مصري، كتبت الكلمات دي، أنا مسيحي بحب مصر من قلبي في وسط الأحداث اللي بتحصل في وسط، ما بحاولش أن أنا أقول مصر وحشة أو مصر أنا خلاص مش عايز مصر أو ده، لكن بحاول أحط نقط على الحروف بشوف مين اللي بيضطهد المسيحيين، مين اللي بيعمل المشاكل وده. وحسيت في نفس الوقت ان حتى كل المؤمنين يعني الموجودين هنا في امريكا او في المهجر عامه، او سواء جوه مصر او بره، حط الاستشام انا حضرتك كلنا بنبقى محتاجين ننزل مصر، كلنا مشتاقين لمصر، كلنا بنحب مصر من قلبنا. فحسيت ان كمان ده مش حاجه غلط ان انا صوتي اللي بستخدمه لتمجيد اسم الرب يسوع، ان انا اقول حاجه لمصر اللي انا بحبها يمكن تعمل سلام، ويمكن تقول للعالم ان انا كمسيحي بحب مصر.
يعني النهاردة هنا بكرة في مكان تاني، سفير لرب السلام والحب أوطاني. قالوا لي طيب ومصر، قالوا لي قالوا لي طيب ومصر، أنا قلت مش وطني ده، أنا اللي ليها وطن وهي اللي ساكناني. يا مصر سكنت فيكي ولا بعد عني، ده انت اللي ساكنة فيا ودم من دمك. يا مصر يا مصر سكنت فيك ولا بعيد عنك، ده انت اللي ساكنة فيا ودم من دمك. ده انت أول نسيم كان لي لما اتولد، صوت أجراس الكنايس فرحان في العيد لعبت انت. انت أول نسيم كان لي لما اتولد، صوت أجراس الكنايس فرحان في العيد لعب. ده انت شلة صحاب مسيحية مسلمين، فكرنا صوت أدانيك ان احنا صهرانين. ده انت شلة صحابي مسيحية مسلمين، فكرنا صوت أدانيك ان احنا صهرانين. ده انت اللي عايشة فيا وانا ابنك. يا مصر يا مصر يا مصر سكنت فيك ولا بعيد عني، ده انت اللي ساكنة فيا ودمي من دمي. ايدينا من البرد الزرع وعنينا من عوساوي، بيعين وزنقة رايحين عالمدرسة، نسمع همسة عتاب وكلمتين وبس، ونقول نشيد بلاد وندخل فصول الدرس. نسمع همسة عتابك وكلمتين وبس، ونقول نشيد بلاد وندخل فصول الدرس. ده انت اللي عايشة فيا وانا ابنك. يا مصر يا مصر سكنت فيكي ولا بعيد عني، ده انت اللي ساكنة فيا ودمي من دمي. احنا القهوة اللي فينا يحام عن الضعيف، والضيف جوا عينينا صاحب البيت يبقى ضيف. مريم ويسوع ويوسف كانوا فيك في امان، كنت ليهم حمايه من عسكر الرومان. مريم ويسوع ويوسف كانوا فيك في امان، كنت ليهم حمايه من عسكر الرومان. ده انت اللي عايشه فيا وانا ابنك يا مصر. رائع جدا، مشاعر جميله خالص، يمكن حاسه انها كانت بتعبر عني وعن طفولتي وعن ايام ما كنت بصحى واروح على المدرسه، على ذكريات جميله، على همسه عتاب وكلمتين وبس. شكرا ليك، شكرا من اجل الكلمات، وكمان شكرا من اجل التلحين الرائع يا مشيل. احبائي، كان من المقرر والمفترض ان احنا نحتفل معاكم النهارده بعيد الحب، بيوم الحب، لكن ما كانش ينفع إن يكون في مظاهر للاحتفال بعيد الحب. لكن زي ما ينفعش إن يكون في مظاهر، ما بينفعش إن احنا ما نحبش. هنفضل نحب، هنحب اللي بيحبنا وهنحب اللي بيكرهنا، هنحب اللي بيعدينا وهنحب اللي بيضطهدنا، هنحب اللي بيساندنا وهنحب اللي بيناصرنا. مش هنكره حد، هنفضل نحب. مفيش مظاهر للعيد، لكن في حب، حب مصدره إله المحبة،
إله المحبة. الله محبة، كلمة كلنا فتحنا عينينا عليها. أنا واثقة معظمنا لو يتذكر أول كلمات عرفناها في مدارس الأحد كان بيعلموها لنا وإحنا لسه لساننا مش عارف يقول الله محبة. فاكرين أول كلمات أصرت أمي تردد صداها في ودنا في البيت كله أنا وإخواتي منذ نعومة أظافرنا؟ الله محبة. عرفتوا إيه سبب اللي فينا؟ سر حياتنا هو مصدر المحبة. ومن هنا يجي السؤال حضرة القسيس، لكن قبل ما أقول لحضرتك إزاي النهاردة المؤمن كدور أساسي من أدواره أن يعلن تلك المحبة، محبة المسيح، نفسي أسمع عن مصر الحبيبة. حضرتك جاي من وقت قليل من مصر، عصرت الأحداث وعشت الأزمة، ياريتك تشاركنا. أنا يمكن قعدت بس في مصر يمكن 10 أو 7 أيام من بداية الأحداث. يعني أنا قبلها كنت في مصر وكان عندنا يعني كنا مفروض هنعمل مؤتمر وهنعمل نهضات، ويعني كان عندنا أحلام كبيرة وابتدينا فعلا نعملها لغاية يوم الثلاث، يوم 25 يناير، يوم حصلت المظاهرات دي كلها أو ثورة انتفاضة بغض النظر الناس بتسميها إيه. لغاية يوم الثلاث والأربع والخميس يا ميرفت كانت الناس أغلبها في مصر سمع أن في حاجة بتحصل في ميدان التحرير، لكن الحياة كلها كانت ماشية، الحياة كلها كانت عايشة طبيعية. يعني إلى أن حصل الاختفاء الرهيب اللي لغاية النهاردة ما حدش قادر يفهم له سبب، اختفاء الشرطة من اسكندرية لأسوان. يعني أنا كنت في القاهرة وبعدين رحت الأقصر وفجأة ما تلاقيش ولا عسكري مرور ولا ما فيش جيش ما فيش شرطة خالص. يعني الناس وبعدين طبعا بخروج المساجين، وبرضو دي يعني علامة استفهام كبيرة، زي المساجين دي كلهم 17,000 مسجون يطلعوا مرة واحدة في الشارع مرة واحدة، وابتدى يحصل التهديد على البيوت. هنا بس الناس ابتدت تحس ان مصر فيها أزمة، وابتدى الموضوع ياخد شكل تاني. يعني أنا فاكر أن أنا يوم الخميس بالليل طلعت على المطار ورحت الأقصر، كان عندي خدمة في الأقصر، فطلعت يعني في قرية تبع الأقصر، فسافرت لغاية ما وصلت المطار ما كانش في حاجة، ما كانش في يعني الطريق للمطار كان عادي، تعشينا قبل ما نطلع المطار، المطعم كان مسحوم جدا جدا جدا، بنتفرج على اللي بيحصل في التلفزيون كأنه بيحصل لبلد تاني. لكن في 24 ساعة اللي هم أنا رحت فيهم الأقصر ورجعت لقيت الدنيا كان حظر التجول بقى رهيب. الناس كانت عاملة اللجان الشعبية، يعني أنت متخيلة المنظر على قد ما هو من جانب منه مفرح أن الولاد شباب قدروا يحموا نفسهم ويحموا بيوتهم، ونزل كل ولد 12 سنة 10 سنين 15 سنة وأكبر، كل اللي ماسك سكينة. أنا ما عارفش كمية السكاكين، أنا فوجئت أن مصر كلها سكاكين. يعني أنا عمري ما تخيلت أن أنا في حي، وأنا كنت في حي راقي يعني يعتبر من الأحياء الراقية مدينة نصر، عمري ما شفت هذا الكم من السكاكين والصواطير والسيوف والشوم، وإيه الولاد واقفين. يعني أنت بتعدي كل 10 متر يوقفك شوية ولاد، فين بطاقتك وانت معاك مين ورايح فين، وزا بس يعني هم ليهم نظره. صحيح العيال بالرغم سنهم لكن ليهم نظره، بيقدروا يفهموا اللي في العربيه ده محترم او ماشي في حاله ولا مش ماشي في حاله. لكن على قد ما ده كان يعني شيء كويس، لكن انا كنت مرعوب وقلت الولاد دي اللي انا بعلمه من دلوقتي هو عنده 10 سنين انه يمسك سكينه، طب ده النهارده بعد ما الامور تهدى أول ما هتطلع خناقة بين عمارة وعمارة هيطلع يجيب السكينة، لأنه ده اللي احنا عودناه عليه، أنه يطلع يجيب سكينة، أنه يطلع يجيب شومة، أن التفاهم مبقاش بالكلام. وحتى النهاردة مع رجوع الشرطة، يعني حتى النهاردة الشرطة رجعت، لكن أنت تتحكي أن الشرطة رجعت، الشرطة نفسها وهي ماشية لو عدت على المجموعة دول اللي هم داتي مسمينها اللجان الشعبية بيسأل ضابط الشرطة وريني الكارنيه بتاعك، لأنه هو مش واثق أنه ده بتاع شرطة بجد. طبعاً الأحداث دي كانت صعبة صعبة جداً. الأصعب ما فيها أنا فاكر يوم الحد ابتديت أمشي بالعربية، أولاً إنك تشوفي مثلاً الأقسام محروقة كلها وكل عربيات الشرطة محروقة،
منظر أنا عمري ما كنت لو بشوفه في فيلم أمريكاني مش هصدقه. يعني مع الأفلام والإخراج مش هتصدقي إن أنت ماشية في مصر وتلاقي عربيات الشرطة محروقة، اسم الشرطة محروق من فوق لتحته. لكن تعدي بقى على الكنائس وتلاقي الكنائس مقفولة، دي كانت أكتر حاجة كسر قلبي. أنا ما كنتش أصور إنه في يوم من الأيام مهما حصل ممكن كنيسة تقفل يوم الحد لأنه الناس خايفة تنزل. أنا عن نفسي فعلا بأمانة أنا ما كنتش عايز أرجع، ما كنتش عايز. يعني عارفة إحساسك إن أنا معايا باسبور تاني غير باسبور بلدي، أقدر أطلع في أي لحظة، ده كان أوكي. لكن أنا كنت عمال أفكر طب في الملايين التانيين اللي ما يقدرش يطلع، اللي ما عندوش نفس الإمكانية، طب ده قاعد يعمل إيه؟ وعشان كده كان كل ما تجيلي تليفونات يقولوا لي إحنا عايزينك ارجع أو أنا عارف إنه حتى أولادك وولادي أولاد كتير في الكنيسة، لكن الواحد كان حاسس إنه إيه يعني لما الواحد يجيفب يعني يعطي جزء من حقه، يعني واخد بالك ما المسيح أخلى نفسه، إيه يعني من الواحد بيضحي بجزء من حقه إنه يقدر يطلع في سبيل إنه يفضل قاعد مع المؤمنين. الخطورة يا مرفت في الحاصل إنه محدش شايف لها نهاية. يعني في تاريخ كل الثورات لو إحنا اتفقنا إنه اللي بيحصل في مصر ده ثورة وبننهي نظام وبنطلع بنظام جديد، النظام الجديد ده عشان يستقر قدامه 10 سنين من التغيرات والتقلبات عشان يوصل. فأنت دخل على مجهول، دخل فعلا على مجهول. لولا ثقتنا الكاملة في نعمة الله، ولولا ثقتنا الكاملة في عناية الله، ولولا ثقتنا الكاملة إن الله زي ما بيقولوا بالإنجليش in control، الله متحكم في الأمور، فعلا الواحد كان يبقى مرعوب. لأن ما أنتش عارفة النهاردة بكرة إيه اللي ممكن يحصل. أعتقد يمشيل ده وقت تقدر تقول لهم في وسط اللي سمعته شد حيلك. إذا رأيت الظلم في البلاد فلا ترتع، ففوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. إحنا بنطيع الحكام زي ما بنعرف كده من رومية 13 من أفسس 6، بنطيع الحكام. وده حاجة يعني اللي بيخالف أو اللي بيقاوم السلطات كانوا بيخالف أو بيقاوم ترتيب الله. لكن كمان الله اتكلم للرؤساء وللسلاطين وقال لهم خلوا بالكم، اسلكوا بأمانة وبعدل وبحق مع هؤلاء العبيد أو اللي هم المرؤوسين منكم. يعني الحقيقة ما قدرتش أجي الحلقة دي إلا لما استأذن الناس بتاعة أهل ضحايا الإسكندرية. أنا مش عارف المايك كده متوصل ولا أنا وقعته الصوت متوصل. أقول لهم أنا حاسس بيكو وحاسس بالمأساة اللي أنتوا فيها. شيل الحذاء. وحاسس باللي أنتوا فيه ومش ناسين برغم كل اللي بيحصل ده، ومصلح حصل لها كل المشاكل دي، لكن فعلا أنا فاكر الناس بتاعة اسكندرية وفاكر الألم اللي هم فيه، وكلنا معاكم وقلبنا معاكم. بس أنا بقول للناس لا 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 تبكي، لا شد حيلك وقوم. لو شايف الدنيا غيمة الله ورا الغيوم. لا 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 تبكي، لا شد حيلك وقوم. لو شايف الدنيا غيمة الله ورا الغيوم. لا 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 تبكي، لا شد حيلك وقوم. لو شايف الدنيا غيمة الله ورا الغيوم. أنا عارف إن اللي راحوا غاليين على قلبنا، لكن صدقني أغلى على قلب ربنا. أنا عارف إن اللي راحوا غاليين على قلبنا، لكن صدقني أغلى على قلب ربنا. وده هم يوم الناس
فاكر نتقابل مع يسوع وفي أحضان الحبايب وتنسانا الدموع ده هما يومين نسافر نتقابل مع يسوع في أحضان الحبايب وتنسانا الدموع علشان كده بقولك شد حيلك وأقولك علشان كده بقولك شد حيلك وأقولك ومشهد عن إلهك وقول للحزن لا 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 تبكي لا شد حيلك ولو شايف الدنيا غيمة الله ورا الغيوم لا 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 تبكي لا شد حيلك لو شايف الدنيا غيمة الله ورا الغيوم لو شفت الظلم قايم والقهر في البلاد وسيف العدل نايم ما تخافش من العباد لو شفت الظلم قايم والقهر في البلاد وسيف العدل نايم ما تخافش من العباد وده فوق العالي عالي والأعلى هو مين إلا إلهنا وأبونا نصير المؤمنين ده فوق العالي عالي والأعلى هو مين إلا إلهنا وأبونا نصير المؤمنين علشان كده بقولك شد حيلك وأقولك علشان كده بقولك شد حيلك وأقولك ومشهد عن إلهك وقول للحزن لا 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 تبكي لا شد حيلك وقوم لو شايف الدنيا غيمة الله ورا الغيوم لا لا تبكي لا شد حيلك وقوم لو شايف الدنيا غيمة الله ورا الغيوم فرح الخاطي ثواني وفي رأسه وصفه زي الطير لما يرقص وهم بيتبحوا فرح الخاطي ثواني وفي رأسه وصفه زي الطير لما يرقص وهم بيتبحوا لكن احنا فرحنا ثابت وقوام الظروف وسط الناس اللي تعبت قلوبها ملاها خوف لكن احنا فرحنا ثابت وقوام الظروف وسط الناس اللي تعبت قلوبها ملاها خوف علشان كده بقولك شد حيلك وقولك علشان كده بقولك شد حيلك وقولك ومشهد عن هلاك قول للحزن لا 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 تبكي لا شد حيلك لو شايف الدنيا غيمة الله ورا الغيوم صدقني لا لا تبكي لا شد حيلك لو شايف الدنيا غيمة الله ورا الغيوم أمين أمين الله ورا الغيوم نعم أشكرك يا مشير أشكرك على الكلمات الرائعة المعبرة فعلا كلمات رائعة معبرة حضرة القسيس ما فيش حل قوم شد حيلك قوم اشهد عن إلهك إزاي النهاردة أقوله إزاي أعلن قدام المسكونة إن أنا عندي إله محب لما حب يقولي بحبك أخلى نفسه ونزل وأعلن ليا برهان المحبة على عود الصليب مش الطريق حتى صليب الموت كيف يعلن المؤمن عن تلك المحبة؟ قبل ما نتكلم يعني عشان تعليقا على الترنيمة انت عارفة يا مرفت انا ما كنت في مصر حاجة من اللي انا يعني فخور جدا ربنا اداني ان انا اعملها ان انا رحت زرت كنيسة القديسين رائع واتقابلت مع الاثنين الاباء الكهنة وقد ايه انت بتكلم عن الحب انا توقعت انا ما اعرفش انا لو مطرحهم كنت عملت ايه صحيح لكن انا شفت ابتسامه ووداعه ما شفتهاش في ناس يعني بالمنظر اللي كانت في الاثنين اباء الكهنه اللي هناك
واحد منهم اللي هو أبونا الكبير اللي هو كان في الفيديو في اللي اتفرج على اليوتيوب اللي كان عمال يقول للناس ما تخافوش ما تخافوش، عشان كده أنا فاكر شكله كويس يعني. لما رحب بي قال لي برغم كل اللي حصل ده احنا بنحب كل الناس اللي حوالينا. انت لو اغلبكم شاف المنظر، الكنيسة والجامع بينهم شارع، يعني بينهم شارع قد كده بالضبط، يعني تاخد منك نص ثانية، ما تكملش نص ثانية عشان تعدي من الكنيسة للشارع او من الشارع او من الجامع للكنيسة بالضبط كده. والمصيبة اللي حصلت هناك مصيبة تفوق العقل. يعني انا كنت من هنا في برنامج من اسبوع كنت بقول لهم اللي احنا شفناه غير انك تروح تشوفيه بطبيعة عينيكي، انك تشوفي الشجرة اللي قدام الكنيسة وعليها قطع لحم من الانفجار، لما تشوفي الحيطان بتاعة الكنيسة اللحم لسه لازق فيها، حاولوا ينظفوا يعني حاولوا يغسلوا الـ 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 الحاجات دي، لكن الأثار صعب انها تتمحي، يعني لا تمحت من ذهن الناس ولا تمحت حتى أثرها من على الشجر ولا على الجدران الكنيسة. ومع هذا أنا بشهد إنه المحبة اللي شفتها في الاثنين الآباء الكهنة وفي شعب الكنيسة شباب الكنيسة. يعني أنا سألته قلت له طب يا ترى الحد اللي بعده الناس خافت؟ قال لي أسيس كل اللي كان ما بيجيش كنيسة خد أجازة وجي الحد اللي بعده علشان نظهر للعالم كله واللي حوالينا إنه مسيحنا مسيح محبة ومسيح غفران. قلت له طيب كم مرة حد يعني بينادي بالانتقام أو لازم ننتقم زي ما بنسمع ننتقم لروح شهدائنا و و و و قال لي اللي بينادي بالانتقام ما يعرفش يعني ايه محبة، ما يعرفش يعني ايه المسيح. طب ما احنا وده اللي أنا بقوله، احنا يا ما غلطنا ويا ما وقعنا في الخطية ويا ما عوجنا المستقيم، لكن دم المسيح يعني عارفة لما الكتاب بيقول هناك دم أعظم من دم هابيل يصرخ، مش بيصرخ للانتقام. للأسف في بعض المفسرين وسمعت وعاظ في فضائيات بيقولوا إنه دم بيصرخ أعظم من دم هابيل بيصرخ للانتقام. أنا ما عارفش جابوا كلام ده منين، ده مش المسيح اللي أنا أعرفه. أنا المسيح اللي أنا أعرفه والآباء الكهنة كلموني عنه هو المسيح اللي كان على الصليب وقال له يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. المسيح بتاعنا مش مسيح انتقام، بل مسيح دم المسيح اللي أنا فاهمه إنه بيصرخ للناس تصالحوا مع الله، بيصرخ للناس مغفور لكم خطاياكم، بيصرخ للناس تعالوا تعالوا ذوقوا وانظروا الرب. مش بيصرخ ليه أنا بقول كده؟ ده لأنه أنا برضو نفسي أقول للناس اللي بتطلع على الهوى وعلى الفضائيات لازم نكون مدركين إحنا بنقول إيه. المسيح نادى رسالته كلها رسالة حب، رسالة غفران، رسالة تسامح. طيب هل أنا مش موجوع على اللي اتقتلوا؟ موجوع جدا على اللي اتقتلوا. هل أنا ما دمي ما قلبي ما تكسرش؟ قلبي لغاية النهاردة مكسور على كل حد فقد حد. لكن لازم نعرف كويس قوي إن الكتاب قال لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. لي النقمة، النقمة عمل من الأعمال الإلهية اللي مش من حقي إن ناخد. أنا فينا ما بحاول أنتقم كأني باخد دور الله، لما بحاول أنتقم لنفسي أو أنتقم لكنيستي أو أنتقم لشعبي أو أنتقم للشهداء أنا باخد دور الرب. الرب قال كده بمنتهى الوضوح لي النقمة أنا أجاز. طب أنا دوري أعمل إيه؟ دوري إن أنا إن جاء عدوي، بصي عدوي ده اللي فجر القنبلة ده إذا كان لسه عايش، أو عدوي اللي بيضطهد الكنيسة أو عدوي اللي بيعمل، إذا جاع أنا أول واحد أكون بطعمه، إذا عطش أنا أول واحد أكون بسقيه. هي دي المسيحية، هو ده المسيح اللي أنا اتعلمته، هو ده المسيح اللي أنا أعرفه، إنه المسيحي المؤمن اللي بيحب الرب لا يستطيع أن يكره. بصوا الكتاب بيقول كده بمنتهى الوضوح، من لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. الله محبة. وأنا يوم ما سلمت قلبي للمسيح ويوم ما أعطيت المسيح قلبي ويوم ما قبلت المسيح مخلص شخصي في حياتي لا أستطيع أن أكره أحد، لا أستطيع، مش بس مش مكرهش، ما أستطيعش أن أنا أقول فلان ده بحبه أو ما بحبهش. المسيح الإنسان المؤمن اللي المسيح ساكن
فعلا في قلبه وغسل خطاياه وغسل دمه غسل قلبه بدم المسيح ومحى خطاياه لا يستطيع إلا أن يحب. ليه؟ لأن الله محبة. فلو أنا بقول أن الله في قلبي لا أستطيع إلا أن أحبه. دي الرسالة اللي أنا شفتها في كنيسة القديسين، الرسالة حب. أنا قابلت شباب صغير، يعني سيبوا من موقف الكهنة، قابلت شباب صغير، قابلت شباب بيلعب، حتى أطفال وبيلعب واقفين حوالين الصورة الكبيرة. أنا يمكن أبعتها للكرمة في مرة ثانية تشوفوها، صورة فيها كل صور الناس اللي ماتوا، وكلهم بيقولوا لي إحنا بنحبهم وبنحب اللي عمل فينا كده، بنحبهم وبنحب اللي عمل فينا كده، لأن هي دي المسيحية. المسيحية ما هي إلا المحبة. فإذا كنت بتتكلمي عن دور المؤمن في الأحداث، أول دور لازم يقوم به كل مؤمن وتقوم به كل مؤمنة، كبير أو صغير، غني أو فقير، قوي أو ضعيف، هو أن إحنا نظهر للعالم محبة المسيح، نظهر للعالم محبة المسيح. وهنا يا ميرفت لازم أقولك شيء مهم جدا، أنه إحنا محتاجين أن إحنا نتغير. أقول للعالم اللي بره، أقول للمسلمين، أقول للي ما يعرفوش الله إزاي أن المسيحية ديانة محبة، إذا إحنا كطوائف ما بنحبش بعض، إذا إحنا ككنائس ما بنحبش بعض، إذا إحنا كخدام ما بنحبش بعض، ده شيء مهزلة أن إحنا بنتكلم عن المحبة وأنا مش قادر أحبك، مش قادر أحب أخويا اللي جنبي، مش قادر أحب الأسيس زميلي، مش قادر أحب الطايفة اللي جنبي. هو بيصلي في الشرق وأنا ما بصليش في الشرق، ده ما يخليناش أعداء. بصي أنا بقول دايما الكلام ده، أروع صلاة، إيه الصلاة اللي إحنا بنقولها في كل الكنائس؟ أرثوذكس، كاثوليك، إنجليين، إيه هي؟ أبينا. الصلاة الربانية. نعم. أبانا الذي في السماوات. نعم. ما بنختلفش فيها. لا. صح؟ ما بنختلفش فيها، يمكن بنختلف في جملة في النهاية، هم بيقولوا بالمسيح يسوع ربنا، إحنا ما بنقولش، ودي حفلطة زيادة مننا، أنا مش بقول منهم، حفلطة زيادة مننا، لأن أنت لو بترجعي كمان أساساً يعني، المسيح قال مهما طلبتم من الآب باسمي، فلما ننهي الصلاة الربانية باسم المسيح احنا ما بوظناش الكتاب. بالظبط، ما بوظناش الكتاب. حبيبي استأذنكم ناخد اتصال من استراليا، ربما مش قادرين يستنوا على الخطوط. اختي فوزية من استراليا، اهلا وسهلا بيكي حبيبتي. اهلا. الو. اهلا بيكي حبيبتي. الله يسلمك. اهلا بيكي مدام بيربت. ايوه. انا فوزية عبد النور اللي هي مرات عم لطفي، انت سمحتي الشيخ صاميلي يقول لك اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. انا نورتي الكرمة ونورتي كل امريكا. اهلا وسهلا بيكي. انا بس عايزه اقول لك خبر جميل، ان قريب الكرمة هتكون في استراليا، احنا مش عارفين امتى بالظبط بس عن قريب. اهلا بيكي. اهلا بيكي مدام ميرفت. انا مبسوطه قوي اللي شايفاكي وشايفه الموضوع كله، وربنا يقويكم. واحنا كلنا كنا حزنا لغايه دلوقتي على الاحداث بتاعه مصر. نعم. ربنا يقبل صلواتكم. امين. ربنا يقبل صلواتكم، واحنا بنصلي دايما بانسحاب، صدقيني يعني sometimes الواحد قلبه بيبكي مع اللي حاصل في مصر، وربنا يقبل صلواتكم عن مصر، وربنا يهدي السلام ويجيب السلام. امين. واحنا كان عندنا النهارده شيخ صمويل في البيت، وجاء عند برضه ناس اصحابنا هنا عشان نشوفك، وبعدين هو دلوقتي شايفك برضه على الـ حلو خالص. على سلموني عليه. وان شاء الله لما تبقى في استراليا ان شاء الله نشوفك دايما. طبعا طبعا كنت اتمنى اكون معاكم، لكن اكيد ربنا يبارك. سلميلي على كل الناس من فضلك، وعلى انكل لطفي، وعلى كل الناس. يوصل لحبيبتي، وسلم على الولاد، على منار وديفيد وسارة. يوصل يا حبيبي. وان شاء الله اشوفك مرات ومرات ثانيه. امين. شكرا لاتصالكم. أيوة. مبسوطه ان انتوا اتكلمتوا في الكارما، وتكونوا ضيوف على الكارما دايما. ربنا معاك يا اختي. اتصال من اخر قارات العالم. نشكر ربنا. اتفضلي حضره القسيس. فزي ما كنت بقول لك انه المسيح العلامة الوحيدة اللي قال إنه ناس تعرفنا بيها، مش إن إحنا ندق صلبان أو نلبس صلبان أو نلبس لبس معين، قال بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب. المسيحية كلها إحنا يعني المسيحية ما فيهاش قوانين وشرائع، والمسيحية كلها بتدور حوالين حب. المسيح الله أحبنا، مات المسيح من أجلنا،
وبيقول يا جماعة أنا عايزكم تحبوا بعض. دي العلامة الوحيدة اللي العالم يقدر يشوف المسيح فيها، إنه لو شفنا بنحب بعض. وأنا مش هقدر أحب جاري اللي مش مسيحي إذا ما كنتش أساساً قادر أحب أخويا وأختي المسيحيين. قد زي ما كنت بقول لحضرتك، قد بنختلف في العقائد، قد نختلف في أنت بتصلي إزاي وبتفني اتجاه أو أنا بصلي. كل دي أوضاع بشرية إحنا عملناها، لكن حقيقة الإيمان وحقيقة الصلاة وحقيقة الكلمة المقدسة بتقول إن إحنا اللي بيجمعنا أكتر جداً من اللي بيفرقنا. وزي ما بقول لحضرتك قبل المكالمة، النهاردة زوري أي كنيسة أرثوذكسية، زوري أي كنيسة كاثوليكية، احضري أي كنيسة إنجيلية، دايما لما بنيجي يا بنبتدي الاجتماع أو بنختم الاجتماع بالصلاة الربانية، في كل مرة بنقف ونقول له يا أبانا أنا بأعلن قدام العالم كله إن دول إخواتي، إن دول إخواتي. فإحنا محتاجين من خلال الكرمة ومن خلال برنامج حضرتك ومن خلال كل المشاهدين إن نقول يا جماعة، إذا كنا بنتكلم عن المؤمن والأحداث، أول دور للمؤمن إنه يظهر محبة المسيح للي حواليه. ومحبة المسيح عشان تظهر للي حوالينا لازم أساساً أنا من جوه أكون قبلت محبة المسيح. فخليني أنتهز الفرصة دي وأقول لكل المشاهدين حتى اللي في أستراليا ولا في العالم كله، المسيح بيحبك ويسوع مات من أجلك، وإنت مش هتتعلم تحب ومش هتتعلم تغفر ومش هتتعلم تسامح إلا لو المسيح سكن فعلا في قلبك. بص، ما يهمكش منظر الخدام ولا العالم ده كله. الذي لا يحب لم يعرف الله. اللي بيقول أنا مسيحي وبيقول أنا بتاع ربنا ومش قادر يغفر ولا يسامح ولا يحب، ده ما بيعرفش ربنا. أنا بقولها لك، المسيح الحقيقي اللي اتغسل قلبه بدم المسيح، اللي اتطهر قلبه بدم المسيح، اللي اتولد الولادة الجديدة، اللي قبل عمل الغفران اللي عمله المسيح على الصليب، لا يستطيع إلا أنه يحب الله، يحب الإخوة، يحب حتى الأعداء. ما فيش حد في الدنيا، فيش ديانة في الدنيا، فيش عقيدة في الدنيا تقولك حب عدوك. العالم كله بينادي عين بعين وسن بسن إلا يسوع واللي بيمشي وراء المسيح واللي ماشيين وراه. هو بس اللي قال زي ما قلت لكم في بداية الحلقة، إن جاء عدوك اطعمه، إن عطش اسقي، أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم. وعارفة ميرفت بيقول كلمة مهمة جدا في الآية دي، وصلوا لأجل الذين يسوعون. أنا عايز أسألك بأمانة، تفتكري كام كنيسة في العالم كله بتصلي من أجل اللي بيسيئون إلينا؟ كم مرة بس بنقعد ونقول شفت عملوا فينا إيه؟ شفت إزاي؟ إحنا لازم نعترض، إحنا لازم نعمل مظاهرة، إحنا لازم نعمل كذا، إحنا لازم. أنا نفسي أشوف الكنيسة بترجع مرة تانية تشتغل ككنيسة. الكنيسة دورها إنها تنزل على ركبها وتصلي لأجل الذين يسيئون إليه. المسيح قال أعملوا كده، أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، من اللي يشتمك ويلعنك بيقول ربنا يباركك، أنا بحبك في المسيح. ودي عايزة نعمة من المسيح، دي مش أي حد يقدر يعملها. لكن الخطوة الثالثة المهمة هي ده دور الكنيسة، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. كأنه عايز يقول يا جماعة كل ما الناس تسيء إليكم انزلوا على ركبكم وصلوا. طب نصلي نقول إيه؟ يا رب خدهم، يا رب افنيهم، يا رب انتقم لنا. أبداً، بيقول انزلوا على ركبكم وصلوا ان ربنا يفتح عينيهم فيعرفوا المسيح كمخلص شخصي. دي عظمة المحبة في المسيحية، ان انت يبقى الراجل بيسيء اليكي او الهيئة دي بتسيء اليكي او الجماعة دي بتسيء اليكي، وانت بدل ما تصلي للانتقام ولا بدل ما تصلي لان ربنا يشفي غليلك زي ما بيقولوا، ده انت بتنزلي على ركبك وبتبكي وبتعيطي وبتقولي له يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، بل يا رب افتح عينيهم عشان يعرفوا المسيح، افتح عينيهم عشان يعرفوا محبة المسيح. لانه الناس دي غلابة، الناس دي صدقيني، وانا ده اللي قلته في الكنيسة، في كنيسة القديسين، دول للأسف اللي عمل فيكم كده دول غلابة، دول إله هذا الدهر اللي هو إبليس، أعمى عيون أذهانهم. لأن الكتاب واضح، الرب يسوع قال لنا كده، سيأتي وقت سيظن فيه كل من يقتلكم أنه بيقدم خدمة لله. الشخص اللي راح موت نفسه حرام عليه، أنا ببكي عليه، ده شخص عينيه الشيطان عمى عينيه، الشيطان عمى عينيه، قال له أنت لو موت لك 100 مسيحي أنت كده بتخدم الله وبتعلي اسم الله وهتروح الجنة. الراجل ده غلبان، هو إله هذا الدهر، أعمى عينيه. طب أنا دوري أعمل إيه؟
ده انا بشفق عليه، بقول له يا رب ارحمه، يا رب يا رب افتح عينين اخواته اللي لسه بيعملوا نفس اللي لسه بيحضروا لحاجات تانية، اللي لسه بيفكروا ان هم ممكن ينتقموا من الكنيسه ما يقدروش. ده لانه زي ما المسيح قال لشاول، صعب عليك صعب عليك، لكن انا ككنيسه دوري ان انا اصلي انه ربنا يفتح عينيهم وربنا يخلصهم وربنا يفديهم. تخيلي لو هذا الشخص اللي عمل القنبله في كنيسه القديسين ده كان اتقابل مع المسيح زي ما بولس اتقابل مع المسيح. طب ما هو شاول كان بيعمل ايه؟ شاول كان بيضطهد الكنيسه، شاول كان اللي بيلاقيه ماشي بس في الشارع ياخده من قفاه يوديه في السجن، كان بيتلذذ بتعذيب المؤمنين، كان ده كانت لذته. عارفه هوايه، انت عندك هوايه موسيقى، ميشيل عنده هوايه موسيقى، انت عندك هوايه رسم، كل واحد عنده هوايه. شاول الترسوسي كانت هوايته الوحيده انه يعذب المسيحيين، كانت هواية. كان بيبقى مستلذ. طب بعد كده اتضرب كم مره شاول عشان خاطر المسيح بعد ما بقى بولس؟ ايه اللي خلاه استقبل كل ده فرح؟ المسيح غير حياته. تخيلي احنا لو ككنيسة بنصلي لأجل الذين يسيئون إلينا بأن الرب يغير حياتهم زي ما غير حياة شاول، كان هيبقى عندنا كان بولس النهاردة. علشان كده يمشي حضر نفسك، عايزين نقول مين ورا ده؟ مين ورا أنه الإنسان يكون بيعيش بالنضج الرائع العالي الروحي ده؟ أنه أنا محتاج أنه فعلا يكون لي عشرة معاك. بس قبل ما تستعد كده لترنيمتك، خلينا ناخد أخوي عماد من نيويورك. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك يا اختي مرفت. اهلا بيك يا عماد، اتفضل. انا عايز اقول ربنا يبارككم على البرنامج الجميل دوت، وانا بشارك معاكم يمكن دي تاني مره، بس من فتره طويله ما كنتش بشارك معاكم، دي تاني مره. انا عايز اقول لكم انتوا يعني فعلا قناه القناه يعني قناه معتدله، ويعني بتقول صوت الحق وفعلا فعلا صوت المسيح، عشان في فضائيات تانية بتتكلم غير كده، وانا مش بحب اسمع الكلام، يعني احب ان احنا نكون فعلا بنبين مين هو المسيح. نعم. انا بشكر القسيس هشام، كده انا قلت لكم مظبوط؟ ايوه. بشكر القسيس هشام وبشكر الاخ المرنم، صراحه كلماته يعني مباركه وملموسه جدا، ورب يبارك الاخ مشيل. شكرا الاخ مشيل، رب يباركه، كلماته جميله وفعلا بتعذب القلوب يعني. شكرا. فانا ليا سؤال صغير، يعني هو القسيس هشام هو كان بيقول ان طبعا الرب بيقول لي النصب انا اجازي يقول الرب، لكن لما احنا نشوف ان الرب هو بينتقم لنا، احنا بقى في الوقت ده نعمل ايه؟ احنا طبعا بنصلي لاجل الذين يسيئون الينا، وان الله بيمطر على الاشرار والصالحين والطالحين، ويعني كل ده احنا اوكي، بس لما نشوف الله بينتقم لنا بنعمل ايه احنا في الوقت ده؟ هل برضه نستمر في الصلاه؟ يعني انا سمعت رايي، انا مش عارف رايي الاساسي عشان في ايه، ان بيقولوا ان في خلال 40 يوم، ان طبعا بيقولوا ان كان ده متواطئ من الحكومه او تواطؤ من الشرطه، انا طبعا عايش في امريكا مش عارف يعني، بس بيقولوا ان الحكومه كلها وقعت وطاحت الحكومه طبعا زي ما احنا كلنا عارفين، فده بيقول ان يعني انا سمعت الراي ده من بعض الفضائيات ان الله انتقم لنا، فاحنا هل فعلا ده مظبوط ان الله انتقم لنا، ولا واحنا نعمل ايه في الوقت ده؟ هل نفضل نستمر؟ بس السؤال ده يعني بشكل قوي. شكرا ليك يا عماد، واكيد هتسمع اجابه مقنعه من حضره القسيس. اتفضل حضره القسيس. انا اولا بشكرك صحيح على سؤالك، والسؤال في منتهى الذكاء وفي منتهى يعني انا سعيد جدا بسؤالك، وانا نفسي ان احنا في الكارما ما نعملش اي مقارنه بين اي فضائيات تانية، يعني اللي بيقول يقول يعني، لكن انا عايز ارد على سؤالك. الله ليه طرق، الله طرق اعجب جدا من طرقنا يا عماد، الله عارف هو بيعمل ايه، لكن انا مش دوري ان انا اقول شفت اهو ده عشان عمل كذا، اهو ربنا عمل فيه كذا، لانه ده معناه ان انا لسه من جوايا في رغبه الانتقام. انا هقول لك بقى، انا موقفي كمسيحي مؤمن، انا ببكي على كل انسان مات، اذا كان بيقولوا في مصر مات 300 واحد لغايه دلوقتي من الجانبين، من الشرطه او من المؤيدين او من المعارضين، انا ببكي على 300 شخص ما يعرفوش المسيح راحوا جهنم. احنا كمؤمنين لازم يكون هدفنا الاساسي هو خلاص النفوس، هدفنا الاساسي ان الناس دي تستفيد من دم المسيح، هدفنا الاساسي ان الناس دي تعرف الرب. انا لو واقف بشمت في اخويا او بشمت في عدوي يبقى انا فيا حاجه غلط. انا عايز اقول لك حاجه، بص على حياه الرب يسوع،
امتى شمت على حد، امتى شمت في حد، امتى حتى اللي طعنوه واللي تفوا على وشه واللي جلدوه واللي صلبوه واللي عملوا فيه ده كله، انا لم اسمع كلمة شماتة واحدة واحدة من الرب يسوع. بتفرج على بولس، بولس لما كان في المركب والمركب كانت هتغرق وكان الرؤساء بتوعه اللي هم اساسا واخدينه بلا ذنب في السفينه، ولما السفينه اتكسرت ووقعت ما عادش يقول لهم بصوا انتوا عشان ما تعرفوش ربنا، شوفوا ربنا انتقم منكم عشان انتوا جبتوا لي دي رغبه مدفونه جوايا. ده معناه ان انا اساسا محتاج اخد غفران المسيح جوايا، محتاج اخد انا ما بقولش ما نغضبش، ده كتاب واضح بيقول اغضبوا. انا غضبان جدا، انا قلت لك ما غضبتش من اللي حصل، انا كنت وانا بتفرج على التلفزيون هنا غضبان، ولما شفت الكنيسه كنت غضبان اكتر، لكن عمري ما تمنيت ان ربنا مثلا يموت اللي عمل كده ولا ينتقم منه ولا ينتقم من تعالى بقى للسلطات. لو كان السيد حبيب العدلي صحيح ليه دور في اللي حصل فهو اللي بيشوفه النهارده مش قليل، لكن انا مش شمتان فيه بل على العكس انا بصلي انه في المحنه اللي هو فيها دلوقتي. انت متخيل يعني ايه واحد كان في قمه الجبروت وفي السلطه وفجاه يبقى في المنظر اللي هو فيه دلوقتي؟ لكن انا بصلي له، انا بصلي له، بصلي لكل من هم في منصب اللي كانوا ولا اللي خرجوا ان ربنا يفتح عينيهم. انا في النهايه ببص له كانسان، ابليس اعمى عينيه وابليس استخدمه. بص خليني اكون واضح معاك ومع كل المشاهدين، الحرب اللي بين المؤمنين والكنيسه مش مع بشر، دي مع اجناد الشر الروحيه في السماوات. احنا حربنا مع ابليس. اللي بيحارب الكنيسه يا جماعه مش الناس، ابليس، لكن ابليس بيستخدم البشر، ابليس بيستخدم ناس في سلطه او بره السلطه. انا دوري ان انا انتهر ابليس واعمال ابليس وانادي للمقصورين اللي ابليس اثرهم بالحريه. يا جماعه لازم نفهم انا دوري كمؤمن ان انا اتشفع واصرخ من اجل الناس. لما المسيح جه قالوا له انت ايه رسالتك؟ قال لهم روح الرب علي لانه قد مسحني لابشر المساكين، لأنادي للمأسورين بالعتق. الرب جاي علشان يطلق يخلص الخطاة الذين أولهم أنا. وأنا بعترف قدام العالم كله أن أنا فخور جدا أن المسيح جه يخلص الخطاة اللي أولهم أنا الأسيس هشام. أنا عمري ما قلت أن أنا مش خاطي، لو أنا مش خاطي أبقى ما استاهلش المسيح، ده أنا أول الخطاة وأنا فرحان أن المسيح جه خلصني أنا الخاطي. وبالتالي لما بشعر بإخواتي الخطاة، الخطاة التانيين اللي وقعوا في مصيادة إبليس وإبليس أعمى عيونهم وإبليس استخدمهم من يضربوا الكنيسة وإبليس فهموا أنه هو لو عمل كده بيحمي نفسه ولا بيحمي النظام ولا بيحمي الديانة بتاعته، هو مظلوم، ده إبليس سجنه، إبليس سجنه. أنا بصلي من أجل كل المساجين اللي مش في سجون حقيقية، اللي إبليس سجنهم بالخطية وإبليس سجنهم بالأفكار المسمومة وإبليس سجنهم بالأحقاد، إن الله يطلق هؤلاء المساجين للحرية. وفين الحرية؟ مين اللي بيعطي الحرية؟ المسيح بس. مفيش سلطة في العالم كله، مفيش ديانة في العالم كله، مفيش شخص في العالم كله يستطيع أن يحرر اللي سجنهم إبليس غير المسيح اللي مات من أجل هؤلاء النفوس. عشان كده الكتاب بيقول بمنتهى الوضوح إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. ليه هو الوحيد اللي يقدر يحرر؟ لأن هو الوحيد اللي مات من أجل الإنسان، فهو الوحيد اللي يقدر يحط يغطيك بدمه، يدهن العتبة العليا والقائمتين بالدم، أنت هنا حر في المسيح. عشان كده إذا كان اللي بيحصل ده إحنا بنقعد نتشفى ونقول ده مش عارف إيه، أنا بقولك إحنا كمسيحيين مؤمنين لا نتشفى في أحد، لا نتشفى في أحد، بل بالعكس إحنا نصلي إنه المحنة دي تكون بتقود الأشخاص دي إن يعرفوا إن في إله بيحبهم، في مخلص بيحبهم، في مخلص مات من أجلهم. ولو قبلوا النهاردة برغم كل البشاعة اللي عملوها هيصير لهم حياة أبدية، لأن هو ده وعد المسيح. أمين يا حضرة القسيس. عشان كده يا أخي مشيل أنا بختار العشرة معاك، بختار الحرية. تفضل نتكلم عن الحرية. صحة القسيس قال كده وذكر في كلامه برضو إن محاربتنا ليست مع دم ولحم بل مع رئاسات وسلاطين وأجناد الشر الروحية في السماويات. إحنا ما بنحاربش بشر أبدا أبدا، عمر ما الرب ادانا. عشان كده حسابات المؤمن غير حسابات العالم،
حسابات المؤمن غير حساباته. اللي بيشوفوا العالم حرية ممكن المؤمن يشوفه عكس الحرية، واللي عكس الحرية بيشوفه حرية. أنا سايب شهواتي وبحارب الشرور، أنا تايب عن ذاتي ومواكب الغرور. أنا بختارك عزوة وزيك مين يكون؟ ده أنت زنت العالم مش المال والبنون. أنت الحق وأنت حياتي وطريق الحرية. أنا بختار حياتي ما بين المؤمنين البسط الحبايب في الخير متجمعين. أهل العالم تعاني في حروبهم مطحونين، وأنا فرح وأغاني في خيام الصديقين. وعشان منا حررني الحق أنا طاير حرية. مين؟ حضرة القسيس
إذا أنا بالحرية دي وإذا أنا بملك كل الامتيازات دي وإني الله الرائع العظيم خالق السماوات والأرض اللي ليه سلطان على الأرض والسماء اللي ليه سلطان على الطبيعة هو بيقبلني أنا الخاطئ الضعيف. أنا باجي عنده وبفتح قلبي بطريقة بسيطة خالص وبقبل عمله عشاني على الصليب، بيديني امتيازي أن أكون ابن ليه، بتمتع بمنوية، بتمتع بغفران للخطية، بتمتع بحياة أبدية. هل يا حضرة الأسيس بعد كل الامتيازات دي أقعد وأكتف إيدي وأقول له شكرا ليك يا رب متعتني بكل الامتيازات، ولا لما قال لي أنت نور العالم ما كانش قصده يقول أنت نور الكنيسة، لكن كان محدد إن أنتم نور العالم. ولما قال أنتم ملح الأرض كان يقصد الأرض مش مجموعة المسيحيين ومجموعة المؤمنين. إزاي بنفهم الحق ده؟ وإزاي النهاردة بعرف دوري كمؤمن كملح ونور ورسالة وسفير للمسيح؟ وخلينا نبدأ بالنور. بس يا الرب يسوع لما اختار أو لما اتكلم عن الملح والنور اختار حاجتين صغيرين جدا 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 لكن مؤثرين جدا 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 بحيث ان من غيرهم الانسان ما قدرش يعيش. يعني عايز اقول احنا دايما لازم نفهم الكلام ده مش بقصد بيه مسيحيين مصر بس، انا بتكلم على المؤمنين في العالم كلهم. المؤمنين الحقيقيين برب يسوع اقليه، احنا عمرنا ما هنبقى اغلبيه، لان الكتاب قال ضيق هو الباب ضيق وقليلين اللي بيمشوا فيه وواسع الطريق الثاني العالم كله ماشي فيه. فإحنا أقلية المؤمنين، لكن إحنا الأقلية المؤثرة اللي من غيرها العالم ما يمشيش. فالرب يسوع لما بيقول أنتم نور العالم، النور ده أنا كتير ناس بيقولوا لي إيه رأيك يا أسيس لو تبنوا لنا مجمع كبير قوي وكل المؤمنين أو مدينة وكل المؤمنين المنورين يتجمعوا في المدينة دي، أي ننعزل عن العالم وهنبقى المدينة المنورة والعالم كله هيبقى ظلم ما ينفعش. الله سمح أن كل المؤمنين يبقوا في كل العالم، لكن تخيلي أن أنت من شبرا انت النور اللي بينور للحي اللي انت فيه، وده في نيويورك هو النور اللي بينور للمكان اللي هو فيه. لو احنا قدرنا ندرك دورنا ان احنا مش عايشين في العالم علشان ناكل ونشرب لان غدا نموت، او مش لان انا خلاص حررني يسوع خلصني المسيح انا بقيت مؤمن خلاص بقى انا عايش حياتي خلاص انا ضمنت ابديتي، الكلام ده مش حقيقي. الشيء الحقيقي ان انا لما بقبل المسيح ولما المسيح بيغفر خطاياي بيعكس فيا او انا بعكس نور المسيح. فانا دوري ان انا وانا عايش في العالم بدرس بشتغل في بيتي في الشارع اللي انا ساكن فيه في المجتمع اللي انا عايش فيه ان انا بعكس نور المسيح. انا النور مش نابع مني، انا مش انا اللي منور. اوكي احنا ظلمة كنا قبلا ظلم، اما الان فنور في الرب. عشان كده بيقول فاسلكوا كأولاد نور. عشان كده أنا بستعجب لما تلاقي مؤمن وغشاش، أو يقول أنه مؤمن وغشاش، مؤمن وكذاب، مؤمن ومخاصم أخوه، مؤمن ومش عايش الحياة، تقولي مؤمن إزاي؟ مؤمن معناها أنك بتعكس نور المسيح. يمكن أنا مش عايز حد يزعل مني، لكن أنا بقول لكم ده المسيح اللي أنا فهمه، دي المسيحية اللي أنا فهمتها، أنك أنت كمؤمن أنت تعكس نور المسيح. يعني أنت ببساطة بتشوف كما سلك ذاك ينبغي أن تسلك. المسيح كان بيحب لازم تحب، المسيح كان بيسامح لازم تسامح، المسيح كان بيقول يصنع خيرا لازم تقول تصنع خيرا، المسيح كان بيشفي، المسيح كان بيعمل كل اللي كان بيعمله المسيح، كل الطريقة اللي كان بيسلك بها المسيح، الطريقة اللي كان بيتكلم بها المسيح، الطريقة اللي كان بيحب بها المسيح. احنا مطالبين كمؤمنين ان احنا نعكس هذا النور. فلما قال انتم نور العالم بيقول العالم وضع في الشرير، عشان كده اوعى تنتظر حاجة كويسة من العالم لانه العالم وضع في الشرير الى هذا الدهر اللي هو ابليس.
سلطان الهواء اللي هو إبليس. فأنا ما بتوقعش أي حاجة كويسة من إبليس. أنا ما بفتحش جورنال الصبحية أو بفتح تلفزيون متوقع أن أنا أسمع خبر كويس، ما ينفعش. لو بنعمل كده يبقى احنا بنضحك على نفسنا، لأنه إبليس ملك هذا العالم. هذا العالم وضع في الشرير، فكل ما هيخرج من هذا العالم هو شرير. طب أنا دوري إيه في وسط الشر ده؟ دوري إيه في وسط الظلمة دي؟ دوري إن أنا أسلك كأولاد نور، إن أنا أنور، أنور للي حواليا، أنور للمجتمع اللي ربنا سمح إن أنا عايش فيه. أنا لما كنت في مصر ربنا سامح إن أنا أنور للمجموعة اللي في مصر، ربنا نقلني في حتة تانية ربنا، يبقى ربنا بيستخدمني علشان أنور أنور. طيب اللمبة هي أصغر حتة في الأوضة. تخيل كده الأوضة بتاعتك حيطان كبيرة، عفش كتير، سجادة ضخمة، كل حاجة في الأوضة كبيرة، أصغر حاجة في الأوضة هي اللمبة. لكن لو بكل لو انت حاطت افخم عفش في الدنيا وافخم دهان على الحيطه وافخم صور على الحيطه، لو اللمبه الصغيره دي ما نورتش، كل ده ملوش قيمه، ما حدش يقدر يستمتع بجماله. عشان كده العالم كله محتاج لينا كمؤمنين ان احنا ننور. احنا اللي بندي للعالم صورة، احنا اللي بندي للعالم شكل. انت يا مؤمن وانت يا مؤمنة، انا بتكلم على المؤمنين الحقيقيين، المؤمنين اللي اتغسلوا بدم المسيح، المؤمنين اللي مصدقين كلام الكتاب المقدس، المؤمنين اللي بيعيشوا اللي بيسلكوا كما يحق لإنجيل المسيح. كنتم قبلا ظلمة، زمان لما كنا عايشين في الخطية قبل ما نعرف المسيح كنا بنكذب وبنشتم وبنحلف وبنعمل كل حاجة زينا زي العالم، كنا قبلا ظلمة. أما الآن في اللحظة اللي انت فيها قبلت المسيح، وفي اللحظة اللي فيها المسيح غير حياتك، وفي اللحظة اللي فيها أعلنت إيمانك بالمسيح وقبلت غفران المسيح، خلاص الظلمة انتهت من حياتك، الظلمة انتهت. فمن الآن ينبغي أن تسلك كأبناء نور، كابن للنور وكبنت للنور، وينبغي أن العالم كله يشوفك منور، أن العالم كله يشوف نور المسيح يعني ظاهر فيك. وبالتالي الرب يسوع لما حط المثل الثاني على طول حطه في الملح، في الملح. لكن نفسي حضرة القسيس أستوقف حضرتك لو سمحت لي. كلام حضرتك وضح لي أن المؤمن النهاردة ذو دور مزدوج، الشق الأول منه القدرة على هزيمة الظلام، والشق الثاني نشر النور. قدر يهزم الظلام، إزاي ينشر النور؟ أوكي، العالم كله زي ما اتفقنا وضع في الشرير، فالعالم كله ظلمة. أول خطوة لما بتقبلي المسيح أنت بتقبلي النور، فأول ظلمة بتنتهي الظلمة اللي جواكي، الظلمة اللي إبليس زرعنا فيها بالخطية. فأنا النهاردة بقى نور المسيح فيا. لما بيبقى نور المسيح فيا مفروض أن كل مكان بمشي فيه بينور. تخيل أنت كده معاكي بطارية نور، بتمشي في أي حتة النور بينور. المصيبة اللي حصلة إن إحنا كمسيحيين سبنا نور المسيح يطفي فينا، فبقينا نمشي جنب العالم مش منورين. بل على العكس، إحنا بدل ما العالم بدل ما إحنا ننور العالم، العالم طفانا. النهاردة لما بشوفي اللي بيحصل في الكنائس في أمريكا، من منادى لرسامة الشواذ و أنا بروح محافل عامة كبيرة بالمنظر ده، بصرخ فيهم بقول لهم يا جماعة الله خلق الكنيسة لتقود العالم مش للعالم يقود الكنيسة. إحنا بقينا النهاردة كمؤمنين وككنيسة بنحاول نرضي العالم، فبقينا نعمل اللي العالم عايزه، بقينا بنقول الكلمات اللي العالم عايز يسمعها، بنتصرف التصرفات اللي العالم، لكن ده مش صح. أنا لا تستطيع اللمبة المنورة إنها تقول أنا ظلمة، بس عشان اللمبة تنور، وده لوجيك كل الناس عارفاه، لازم اللمبة تتوصل بمصدر الباور، بمصدر الكهرباء. المؤمن اللي كل يوم الصبحية بيشحن نفسه في محبة المسيح ونور المسيح بيعيش اليوم كله منور. المؤمن اللي الصبحية ينسى الشحن ده، نعم، بيبقى مطفي. فتلاقي مؤمنين بيغضبوا وبيطلقوا، أنا بس بستعجب إنه بيقولوا مؤمنين وبيعملوا وبيعملوا وبيعملوا، وعلى طول تقدري تكتشفي إنه سر الخلل اللي حاصل في المؤمنين إنه نسي يتشحن صح، نسي يروح لمصدر القوة بتاعه. أي بطارية لو ما تحطتش البطارية ومشحونة مش هتنور، أي لمبة مش هتتوصل بكبس النور مش هتنور. وإزاي أنا كمؤمن أنور وأنا مش متصل بالمسيح؟
ما هو هو مصدر النور، انا بعكس نور المسيح. فعشان كده انا محتاج ان المسيح ينورني، دي نمرة واحد، المسيح ينور قلبي فينقذني من الظلمة اللي انا كنت عايش فيها. ثانيا ان انا افهم دوري كمؤمن، ان انا في كل يوم الصبحية محتاج اخد شحنة قوة من المسيح عشان اقدر انور للعالم المحيط بي. انا نمرة واحد، انت محتاج تنور في بيتك، محتاج تنور في وسط أسرتك. يا جماعة الأسر اللي بتتهزم النهاردة، الأسر اللي بتنهدم النهاردة، سببها أن نور المسيح اتطفى في البيت، أن نور المسيح اتطفى في الزوج واتطفى في الزوجة، عشان كده مش قادرين يعيشوا. أو لو انطفى في واحد منهم بتبقى الحياة بقت صعبة، لأنه في واحد منور بالمسيح وفي واحد ضلمة طفى نور المسيح. أنا بأناشد بصرخ لكل أب وكل أم، بدل ما تنشغل بالعالم وتنشغل بأنك عايز تأكل عيالك أحسن أكل وتلبس عيالك أحسن لبس وتودي لعيالك أحسن مدارس، يا ريت كل أسرة ترجع مرة تانية تسيب المسيح ينور فيها. العيلة التي تصلي معا تبقى معا، العيلة اللي تعرف المسيح معا تظل معا، العيلة اللي ما بتعرفش المسيح بتتفركش، العيلة اللي المسيح مش موجود فيها بتضيع، الكنيسة اللي مش منورة بنور المسيح بتضيع. بس هو ما تصدقوش ان كل كنيسه بترتل وتصلي دي كنيسه المسيح عايش فيها، لكن الكنيسه اللي المسيح منور فيها، يعني ايه منور فيها؟ يعني كلمه المسيح هي الاعلى وكلام المسيح هو الوحيد. احنا لا نعلم عقائد ولا طوائف ولا افكار شخصيه ولا فلسفات، الكنيسه اللي مره تانية بتنور نور المسيح فيضيع الظلام. ما فيش، انا عمري ما سمعت عن اوضه، عن غرفه، عن حجره النور ينور فيها وتفضل فيها ظلمة. لا، ظلمة. لما النور ينور الظلمة تنكشع، بتختفي. نعم. وتنقشع. نعم. وياريت، أنا بصلي من كل قلبي أن الملايين المؤمنين اللي بيسمعوني يرجعوا مرة تانية يتشحنوا صح مع المسيح، عشان العالم المظلم اللي حوالينا محتاج ناس زيك وزيك يظهروا نور المسيح. علشان كده محتاجينك يا مشيل تستعد بترنيمة الدنيا حلها عجيب. قبلها نكون بناخد اتصال أخويا وجيه. أهلا وسهلا بيك أخويا وجيه من فلوريدا. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. إيه كلام جميل جدا جدا، بس أنا عايز أقول حاجة صغيرة. تفضل. إحنا كأولاد للملك مطالبين إن إحنا نعمل أعمال الملك، إذ كنا بنتفاعل مع الأحداث اللي حوالينا، وإذ كنا الأحداث اللي حوالينا بتهزنا لبعض الأوقات، لكن لابد ان احنا كمسيحيين كأولاد الله ما ننساش ان احنا حنينا الله اللي هو ابونا. نعم. وفي نفس الوقت لابد ان احنا نظهر مع اللي حوالينا كلهم ان احنا امراء، احنا اولاد الملك، فلابد ان احنا نكونوا ظاهرين قدام الجميع بتظاهر الامراء، بتظاهر اولاد الملك اللي هو لا يمكن ان هو يخطئ ولا يفقد سلامه في لحظه، لانه دايما واثق في ابوه الملك ان هو هينقذه. مطلوب مننا حاجات كتير جدا، مطلوب مننا ان احنا نحب في عالم مليان من الكراهيه، لان ابونا السماوي احبنا من قبل واحب العالم كله. مطلوب مننا ان احنا نزرع السلام في الارض كلها والارض خاليه من السلام، لان ابونا هو اللي قدم السلام من قبل كده. وكمان مطلوب مننا ان احنا نعيش كحملان، وفي نفس الوقت نثق في الراعي الامين اللي هيكون الرعايه للأمان. نعم. إذا كانت تمر بكنيستنا أو تمر بالعالم أحداث من الممكن أن تقلقنا بعض الوقت، من الممكن أن هي تخلينا مهتمين بيها أو متعايشين معاها أو بنحاول ندخل جواها عشان نعرف أبعادها إيه، ولكن لابد أن نتذكر دائما أن الأمور كلها وهذا العالم كله في يد الأمينة، في يد الراعي الأمين الذي بيقود قطيعه إلى بر الخلاص. نعم. بس هي دي الرسالة اللي أنا كنت عايز أقولها، إذ كنا بنتفاعل مع الأحداث، إذ كنا بنتعايش مع الأحداث، لا يمكن لنا أن نفقد سلامنا لحظة، لابد أن نتمسك بالسلام الذي أعطى لنا المسيح وأن ننشره للعالم كله. لازم الناس كلها تشوفنا أن احنا مسيحيين، أن احنا مختلفين، أن أبونا علمنا صح وأبونا ربنا صح، وإحنا فعلا ولاده وإحنا بنعمل مشيئته، والناس كلها
ده تشوف اعمالنا وستمجد ابانا الذي في السماوات. نعم يا دي. شكرا ليك جدا يا اخ وجيه. شكرا ليك ولمداخلتك وكل كلماتك الحلوه. اختي عفاف من كاليفورنيا، اهلا وسهلا بيكي حبيبتي. ربي يبارك في اخت مروه، سامعيني ولا لا؟ سامعينك يا حبيبتي. ربي يبارك يا رب ويبارك الخير حلوه. ربنا يباركك يا سيدي هشام وشيل، ربنا معاك يا رب. شكرا. انا بقول كارما دي من القنوات الرائعه، ربي يباركها ويخليها لينا، وهي منبر لمن ليس له منبر. شكرا لك يا عفاف. انا عايزه اشارك من اجل مصر. تفضلي حبيبتي. من كل القلب بصلي لك يا مصر، الرب يحفظك من كل شر وشر، تكوني دولة مدنية فيها حرية تعبد ربها من كل القلب. الرب قال مبارك شعبي مصر، ومين يا رب هيشتكي على شعب مصر؟ شعب مختار من قبل الرب، من عصر مرقس عروس العصر لما دخل أرض مصر لحد مبارك وكل رئيس مصر. لكن انت قلت يا رب انك ملك ملوك الارض. بحبك يا مصر. مصر النيل احبك، والصاد صب، والريح الرجوع للرب اللي دخل ارضك من اجل الامن والامان كل شعب مصر. مصر محمية برعاية سماوية، هنشوف ونسمع عن مجد الرب بملا كل الجو. الرب يبارك، وأنا بهدي الكلمات دي لمصر كل شعب. أمين يا أخت عفاف، شكرا ليكي ولكلماتك الجميلة، ربنا يباركك. وفعلا كلمات حلوة ومعبرة، وأنا عارفة إنه ملايين الناس سمعينها، وطبعا كل إخواتنا وأهلنا في مصر هم محتاجين كلمات تشجيع زي كده. ومعنا اتصال أختي روز من كاليفورنيا، أهلا وسهلا بيك حبيبتي. مساء الخير يا أخت بيربت. مساء النور يا حبيبتي. ربنا يبارككم ويبارك الخدمة. الحقيقة الكلام اللي قاله أسيس هشام فعلا كل شعب مصر محتاجه الأيام دي. نعم. ربنا يباركه ويستخدمه باقتدار، والرب صالح واحنا واثقين فيه وبنؤمن ان كل شيء بسماح منه لمجد عظيم في مصر والارض. أمين. مصر. امين. ربنا يباركك يا سيس هشام، ربنا يباركك. شكرا لاتصالك يا اختي، شكرا جدا ليكي. اخويا يوسف من الاردن، اهلا وسهلا بيك. الو، اهلا بيك يا اخي يوسف، من فضلك يعني اسمعنا من التليفون بس ووطي التلفزيون شويه. حاضر. اخ يوسف. الو. ايوه احنا معاك، اتفضل. الو، صباح الخير. اهلا بيك، صباح النور. نشكر. اهلا بيك. نشكركم ونشكر البرنامج الرائع، نشكر خدمتكم. ولكن انا ليا تعليق بسيط. اتفضل يا يوسف. بالنسبه للاحداث اللي في مصر، نشكر ربنا في تغييرات كويسه. نعم. ولكن انا ليا يعني عتاب. الو. احنا سامعينك يا يوسف، اتفضل. كمل. يا ريت ارجو تعليقكم على كم نقطه. ليا عتاب على الكنيسه في مصر، واشكر طبعا كل اخواتي اللي في المهجر اللي بيقوموا بدور رائع جدا لا مثيل له. والبعض بيقول فعلا ان ربنا بيسامح، واحنا بنقدم كل املنا واي متاعب واي مشاكل من اخطاء تحت، نقول يا رب اعمل يا رب دبر. ما ننساش ان حاميه طالب عن شعبه. ربنا دبر استير ومردخاي، كانوا خلاص ونجاه لكل شعب اليهود. بني اسرائيل لما كانوا في ارض مصر، ربنا طب ما تعمل انت يا رب. انا هعمل، بعمل فعلا، بس اعمل بيه ايدك انت، انت اعمل. ابدا بدايتك دي صفر، جنب الصفر احط 9 تبقى 90. نعم. بولس الرسول يعني كنت انا مواطن روماني، بتقضي عليا ازاي عن نفسك؟ كفي مساله حاجات بسيطه. لو واحد هيعمل دوره ميه في كنيسه، ملف امن الدوله، امن الدوله، ولا انا قاتل ولا انا بتاع مخدرات زي ما انتم بتطالبوا دلوقتي، واللي بتتغير قوانين تطالب الان وليس غد. النهارده
وليس غد. بالنسبه للبونة الكنيسه يبقى زي الان يتغير زواح، الان تتغير كل القوانين، والطالب الكنيسه كلها مسيحيين، كل مسيحيين في العالم يتداخلوا في هذه اللحظه وهذه الساعه. انا موجود في مصر، انا مواطن، انا ما جيتش لمغزه من السعوديه ولا انا مغزه جاي من افغانستان، انا مواطن مصري حر، يعني اعتبر جدودنا الفراعنه. نعم. كبالنسبه مثلا للوظائف، انا امثل في مصر 20% الديني في مجلس الامن، في مجلس الشعب، في مجلس الشورى، في الوزاره، الديني كاعدادي في المستشفيات، في الجيش، في الصحقه ممنوع المسيحي يخش الصحقه، ممنوع المسيحي يخش المخابرات، ممنوع المسيحي يبقى في مصر. لو دخل حتى في الشرطه كده واحد من 100 يحمشوه كده على جنب خالص، زي يقول لك سموه ضابط نخل على جنب كده. انا فين من كل الشغل ده؟ انا مواطن مصري، ما تهمشنيش من كل شيء، بتركني من كل جنب. وانا البطل، الله محبه فعلا، الله محبه، الله بيعمل، واحنا بنثق في ان ربنا بيعمل كل يوم. احنا بنحب اخواتنا، حتى الجماعات الاخوان اللي هم ورا كل التخريب احنا برضه بنصلي لهم. صدقيني واقولها من كل قلب على الملا، اوقات كتير بصلي اقول اشكر يا رب عبدك اسامه بن لادن، واشكر الارهاب اللي هم ناس كتير. اشكرك يا يوسف فعلا، يا ريت كل الناس تعمل كده. انا عن نفسي ما عنديش اي مانع ان اصلي لاي انسان، لاني بعرف كل انسان هو في احتياج شديد لله، فلما اصلي من اجله ده شيء رائع خالص. يوسف انا بشكرك جدا، انت في كل مره بتدخل وتقول يعني شويه امور انا عارفه يمكن بتعبر عن نفسك وعن اخرين نفسهم يقولوا الكلام ده. شكرا جدا ليك يا يوسف. معنا اتصال، اهلا وسهلا. ايمان من كاليفورنيا، اهلا بيكي. الاخ ايميل، اهلا وسهلا. ايمي اهلا بيكي حبيبتي. الو، اهلا بيكي يا ايمي. اهلا بيكي، اتفضلي يا حبيبتي. انا كنت عايزه بس اتكلم مع الاسيس هشام، اقول له ان فعلا هو الو هو سامعك يا حبيبتي. انا سامعك يا ايمي. ايمي انا سامع حضرتك، اتفضلي. امي حبيبتي انت سامعانا؟ انا كده سامعاكم. الاسيس سامعك يا حبيبتي، اتفضلي اتكلمي. انا كنت عايزه اقول له بجد ان احنا بنحبه جدا، وهو من اكثر الناس اللي بنحب نسمع كلامه، لان هو بيصبر الناس كويس قوي على اللي هم فيه، وحاسس بيهم كويس جدا. ثانك يو، شكرا، كتر خيرك. هو فعلا كمان احنا محتاجين ان هم يكثروا في البرنامج دوت من الكلام اللي بيصبر الناس في مصر، لان الناس في مصر تعبانه جدا ومحتاجه الكلام ومحتاجه الوعظ عشان تصبروا مع الاحداث اللي بتحصل ورا بعض، يعني هم مش ملاحقين. ايوه ففعلا الناس بتحب تسمع الكلام دوت، لان الناس تعبانه قوي في مصر. فيا ريت انتوا لو يعني انتوا مهما عملتوا مش هتحاولوا تحللوا من المشاكل اللي هم عايشين فيها، لكن بالصلاة طبعا هو ده اللي هيحل المشاكل اللي هم فيها. نعم، وده اللي بنحاول نعمله يا إيمي. كان كتير برامج وكان كتير أمور مترتب ليها، بس زي ما أنت قلتي قررنا نتكلم مع أخواتنا ومع أهلنا ومع شعبنا، ونصلي من أجل مصر، أرض وشعب وسلطة. إحنا بنعمل كده دلوقتي حبيبتي. شكرا ليك يا إيمي. إحنا عاوزين كلام يصبرهم أكثر، وكلام يحسسهم ان ربنا معاهم، وهم يستحملوا عشان ربنا ماسك فيهم وفي اولادهم. امين يا حبيبتي، امين يا حبيبتي. شكرا جدا ليكي ولاتصالك وكلماتك الحلوه وانشغالك باهل مصر. شكرا ليكي حبيبي. معنا اتصال، اهلا وسهلا. مين معانا؟ طب على بال ما نصلح السماعة بتاعتي، ميشيل من فضلك قول لنا إزاي الدنيا عجيب حالها. يعني ده حاجة من الحاجات اللي المفروض ما نغفلش عنها، وده الكلام ده موجه لشعب مصر، ما نغفلش عنها في وسط الأحداث اللي حصلة دي، وسط المشاكل الكتيرة والناس اللي بتموت والبلد اللي بتتحرق والاقتصاد اللي بيقع والكلام ده. ما ننساش ان مش بس الاضطرابات هي اللي حاصلة، مش بس اضطهاد المؤمنين هو اللي حاصل، لكن في حاجات كتيرة قوي حاصلة في العالم. شوف استراليا حاصل فيها ايه دلوقتي،
شوفوا اليابان حاصل فيها ايه. في كل حته في العالم هتلاقي حاجات ومتجمعه بشكل غريب جدا. ده اللي خلاني كتبت كلمات الترنيمه دي، الدنيا حالها عجيب لكلمه حق محتاجه، زي ما قالت كده الاخت وقالت ان القسيس بيقول كلام حق او كلام بيشبعنا، كلام بيريحنا. الدنيا حالها عجيب لكلمه حق محتاجه. اصل اللي بيحصل غريب، الله عايز يقول حاجه. يا جماعه ما تشغلكوش الاحداث وتنسوا ان الله عايز يقول لنا حاجه من خلال الحاجات اللي بتحصل حوالينا. الناس الشباب الصغيره اللي عماله تموت، الامراض الخطيره واللي عمرها ما سمعنا عنها قبل كده. عشان كده بقول في الترنيمه ما تتعودوش على طعم الانين وتقولوا ان العالم بيبكي من سنين. اصل الله من حبه لينا عايز تتوب الناس، من زمان صابر علينا بينادي بالخلاص. اصل الفرصه مش راح ترجع لما في يوم تخلص الدنيا. ما تشغلناش الاحداث ونخلي بالنا ان الله عايز يقول حاجه، ما ننساش امر خلاصنا. امين. اتفضل. مش هت هنقولها انا بحسب ياريت. لا لا محتاجين يا ميشيل، احنا بننتهز فرصه حاضر. وجودك فمش هنسيب ترنيمه بس تقولها كلمات. اتفضل. كل يوم بيقول حاجة، الله كل يوم نفسه يخاطب قلبك، الله نفسه يقول لك بص حواليك. اللي بيحصل مش بالصدفة لكن عشان عايز يقول لك حاجة. حضرة القسيس، سمات الملح أبيض نقي سريع الذوبان بيدي طعم وبيمنع من الفساد. إزاي النهاردة المؤمن يكون بياخد الامتيازات دي وبيعيش بيها وبيقوم بدوره قبل ما الملح يفسد؟ أنا بس عايز أقول
حاجة لإيمي، عايز أشكرها جدا على التشجيع اللي هي شجعتوني. أنت ما تصوريش الكلام بتاعك عمل معايا فرق قد إيه. وأنا كنت بقولك أنا كان نفسي، ما كانش نفسي أرجع من مصر، كان نفسي أفضل قاعد مع المؤمنين في مصر وأشجع إخواتي هناك، لأن أنا شاعر باللي بيجتازوا فيه. لكن أنا بثق إنه صلواتنا و يعني احنا بنصلي من هنا، لكن الله بيعمل هناك عمل عجيب وربنا فعلا بيحمي ولاده وبيحمي كنيسته. وحاجة تانية ميرفت، الاخ كان بيتكلم من الاردن، انا مش عايزه يفهم كلامي غلط، مش معنى ان احنا نكون منورين ان احنا ما يكونش لينا دور، وده عنوان البرنامج بتاعنا المؤمن والاحداث. يعني احنا للأسف كمسيحيين لمدة طويلة اتعلمنا نوع من الخنوع ونوع من ان احنا نمشي موطيين ونمشي يعني ونمشي واحنا منكسرين. لكن الرب يا جماعة، الرب النهاردة عايز يقول لنا انت ليك دور، انت كمسيحي مؤمن ليك دور، وكمواطن ليك دور، ليك دور ان انت تعبر عن رأيك، ليك دور انك ما تقبلش الظلم. انا المسيح ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، لكن لما حد جه يضربه قال له لماذا تلطمني؟ الشيء مهم قوي، شيء مهم قوي ان انت حاجة بتتكلم عن الكنائس، عن ترميم الكنائس وعن وعن وعن. انا ممكن اكتب لك تاريخ على اللي حصل معايا ايام ما كنت في مصر، يعني كل واحد فينا عنده تاريخ طويل من اللي حصل. لكن لازم نفرق بين حاجتين، بين ان انا كمؤمن بغفر وبسامح وبعيش صح ومديش لعدوي فرصة أن يمسك علي حاجة، يعني ما بعملش للعالم التاني بيعمله، مش بسلك زي ما العالم التاني. لكن في نفس الوقت كمواطن صالح بيحب بلده، بيحب المجتمع اللي ربنا سمح أنك تتولد فيه، لازم تعبر عن رأيك، لازم يكون عندك بطاقة انتخابية وتنزل تنتخب، لازم تكون بتعمل دورك الحقيقي اللي مطلوب منك. السؤال بقى، هل ده الوقت المناسب ان احنا نتكلم فيه عن الكنائس و انا بعتقد ان الكنيسه او الموضوع ده كله مش في ذهن الناس. اللي في ذهن الناس دلوقتي المجموعتين اللي موجودين في مصر، زي ما بيقول to be or not to be، تكون او لا تكون. ففكره بقى ان احنا نصلح الكنائس وناخد تصريح ويزيد عدد المسيحيين في مجلس الشعب والكلام ده كله كله كله، أنا أعتقد أنه مش في فكر حد من الطرفين. لو رحت للطرف ده، الطرف اللي طلع عنده أحلام وطلع غضبان لكن ما عندوش يعني سيستم واضح أو سياسة واضحة عايز يوصل لها، اللي في الطرف الثاني الدنيا متخبطة جدا معاه. فأنا ما أعتقدش أن ده الوقت اللي ممكن يكون. أنا حتى لما كنت بقرأ التسع أسامي أو الأسامي الرئيس حطهم في عشان تعديل الدستور، أنا معرفش إذا كان فيهم حد مسيحي ولا لا، معرفش إذا كان فيهم واحد، أنا أعرف أغلبهم من جهات أخرى، لكن مش معرفش إذا كان فيهم حد مسيحي ولا لا. وحتى لو فيهم واحد مسيحي من تسعة أو من عشرة، أعتقد أن تغيير الدستور أو اللي بيحصل تغيير بيحصل على فقرات معينة في الدستور، فلا الفقرة الثانية مثلا من الدستور ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة، ما اعتقدش ان حد هيفكر فيه دلوقتي او هيفكر في تغييره، ان كل التغيير دلوقتي منصب على انتخابات الرئاسة او ايه اللي هيحصل بعد كده. لكن انا يمكن النقطة الوحيدة اللي عايز اقولها، لازم نفرق ما بين الكنيسة كموقف وما بين المؤمنين. المؤمنين كمواطنين معاه بطاقة انتخابية ومعاه بطاقة قومية لازم نروح ننتخب. وأنا بعتقد أن جزء كبير إحنا تعودنا عليه حتى وإحنا موجودين هنا في المهجر، أن حتى اللي بقوا أمريكان بالجنسية برضو ما بيروحوش ينتخبوا، لأن إحنا تعودنا لسنين طويلة إن إحنا ما ننتخبش. لكن دورنا كمؤمنين أن إحنا نكون يعني زي ما كتاب يطلب مننا، احنا نصلي من اجل القاده ومن اجل الحكام حتى نقضي حياه هادئه مطمئنه. كمان لازم نكون بدورنا كمؤمنين. المسيح لما طلب من بطرس انه يعطي الضريبه، ده شيء مهم قوي، ان انا كمواطن
أبقى عارف إن أنا كشخص عايش في البلد دي إن أنا أكون مهموم بهمومها وبحزن لأحزانها وبفرح لأفرحها وبتفاعل معها، لكن في كل ده منساش إن أنا نور العالم أو إن أنا ملح للأرض. فأنا بتفاعل بس مش زي ما الناس بتتفاعل، أنا بتفاعل كمؤمن، أنا بفرح بس مش زي ما الناس بتفرح، أنا بفرح كمؤمن. وده الخط الرفيع اللي لازم إحنا كمؤمنين نكون مرة تانية عايشين بيه. لما ميرفت بتسألي على الملح، مفيش حد فينا حتى مهما الدكاترة قاعد يقولك قلل الملح، مفيش حد فينا يستطيع انه يأكل اي طبيخ من غير ملح. فالله عايز مرة تانية يقول لنا انه العالم ده كله قد يكون رائع جدا. تخيل كده ان انت جايب ديك رومي رائع وكبير ومتحمر حلو قوي والزبدة طلع كل المشهيات في الدنيا، أنا مش عايز حد يقوم ويجيب يتعشى دلوقتي لسه بنخلص البرنامج، لكن لو معلهوش نطرة الملح الصغيرة دي ملهوش طعم. والله بيقول العالم ده كله، بصي جمال الطبيعة، البحور، السماء، الطيور، الخضرة، الحاجات دي كلها، الله بيقول العالم ده كله ملهوش طعم من غير المؤمنين اللي موجودين فيه، من غير المؤمنين اللي موجودين فيه. لكن الخطورة في اللي المسيح قاله انه انفسد الملح ده، فبماذا انفسدت الكنيسة او انفسد المؤمنين فبماذا يملح؟ نعم. اذا المؤمن نسي دوره، اذا انا صحيت الصبحية نسيت ان انا مؤمن وابتديت اتصرف كأهل العالم، بماذا يملح؟ ما الملح ده، الملح لا يملح الملح. نعم. الملح يوم ما بيبوظ بياخدوه يرموه، لان لازم الملح يبقى فريش، لازم الملح يبقى صالح. ليه؟ لان الملح هو اللي بيدي صلاحية لبقية الاكل. الملح اللي لو انت عايزة تحفظي شيء تحطي فيه ملح، لو عايزة تحفظي اكل تحطي فيه ملح، لكن لو الملح ده نفسه فقد ملوحته، فقد دوره كمؤمن، فقد امكانيته كمؤمن، يا جماعة لازم ننسى احنا بنقضي على الارض زمان غربتنا 70 سنة، وان كانت مع القوة ف80، ان كانت 100 سنة 120 سنة، دوري فيها كمؤمن وانا عايش على الارض دي ان انا منساش ان العالم ده كله محتاجني انا، مش انا اللي محتاج للعالم. احنا الشيطان بيوهمنا ان احنا محتاجين الناس، احنا محتاجين العالم، احنا محتاجين الامكانيات. انا النهارده بقول لك ابدا، ده العالم هو اللي محتاجك. العالم من غيرك ملهوش طعم، العالم من غيرك يا مؤمنة ملهوش طعم، العالم من غيرك يا كنيسة مظلم، العالم من غيرك يا كنيسة ملهوش طعم. انت الملح، انت اللي بتدي للعالم ده كله اللي انت فاكرهم جبابرة وفاكرهم اصحاب قوات واصحاب ثروات، الناس دي كلها ملهاش طعم من غير المؤمن ومن غير المؤمنة. عشان كده المسيح قال انتم ملح الارض، الملح الابيض، الملح اللي هو بيدي طعم، اللي بيدي حفظ، اللي بيدي سلاسة، هو ده الملح. انت اقلية وهنفضل طول عمرنا اقلية، المسيحيين في امريكا اقلية، المسيحيين في اوروبا اقلية، المسيحيين في اسيا اقلية، المسيحيين في الشرق الاوسط اقلية، ايوه هنفضل أقلية لأنه الباب ضيق ومش كل الناس بتخش من الباب، مش كل الناس. المسيح شهوة قلب الله أن الجميع يخلصون، لكن للأسف مرة تانية بأكد لك إلى هذا الدهر أعمى عيون أذهان الناس لألا تضيء لهم معرفة المسيح. عشان كده العالم محتاجك ومحتاج لك كمؤمن أنك تكون النور اللي بينور له وتكون الملح اللي بيديله طعمه وبيحفظه من أزمنة السوء اللي احنا عايشين فيها. أمين يا حضرة الأسيس. عشان كده حبيبي لازم النهاردة تعرف قيمة نفسك. أنت مش قالك أتمنى أنك تكون أو أحب أنك تكون، لكن بيقولك أنت نور وأنت ملح، ما عندكش اختيار غير أنك تطيع وتقوم بدورك وتقوم بالأمور الرائعة المتاحة ليك اللي حطها بين إيديك من وزنات. خدت الاختبار؟ اتحرك. خدت المعرفة؟ اتكلم. عرفت دورك؟ ياريت تقوم بيه. حبقي خلونا نخرج لفاصل ونرجع لاستكمال ما بدأناه والمؤمن والأحداث. Thank you.
أحبائي مرة تاني برحب بحضراتكم معانا لاستكمال ما بدأناه والمؤمن والأحداث. أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. حضرة القسيس، النهاردة عرفت دوري كنور ودوري كملح. إزاي دوري كسفير؟ ويا ترى إيه سمات السفير اللي لازم تنطبق على حياة المؤمن؟ انا بحب قوي موضوع السفره ده، لان انا قابلت سفره كتير قوي في حياتي، من مش يعني من مصر ومن بره مصر. يعني ربنا اداني النعمه دي ان انا اتعرف بناس في السلك الدبلوماسي، ودول ساعدوني قوي برغم ان هم ما يعرفوش، يعني اغلبهم مش مسيحيين يعني، بس ساعدوني قوي افهم يعني ايه تبقى سفير. لما الكتاب بيقول ناس عنه كسفراء، وقد ايه لما بتشوفي السفير قد ايه يعني
فخور قوي لانه بيمثل بلده. تحس يا سلام اذا كان ده سفير بلد معينه وفخور قوي انه بيمثل بلده، ما بالك بقى انا او انت ان انا سفير الرب يسوع المسيح، يعني سفير ملك الملوك ورب الارباب. ده انا مش سفير عادي، يعني عارفه لما بيسموه سفير فوق العاده. لما الكتاب يتكلم عننا كسفير وعننا نسعى عن المسيح كسفراء عن المسيح، فيها شقين. اولا ان انا بامثل المسيح شخصيا، وده يحطني في امتياز لكن في مسؤوليه، ان انا مش بمثل نفسي خلاص، انا مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يعني المسيح متوقع أن أنا لما همشي في الشارع الناس هتشوف فيا المسيح، لما الناس حتى تتحيني هرد عليها بتحية المسيح، لما الناس تغضب علي هرد رد فعلي هيبقى المسيح. إذن نسعى كسفراء عن المسيح. فالامتياز ده ان انا الناس شايفه فيا المسيح، ان انا الناس حطاني في مقام المسيح، لكن في نفس الوقت المسؤوليه ان انا ما اقدرش اعيش طبيعي زي ما بقيت الناس، ما اقدرش ابقى سفير الملك وبلعب في التراب، ما بقدرش ابقى سفير الملك ولساني يطلع كلمات مش كويسه، او عيني تنظر نظرات مش كويسه، او اغضب غضب مش مقدس. ما ينفعش. ليه؟ لان انا بسعى عن المسيح كسفير. طيب السفير ما يبقاش سفير في بلده. السفير معناه انه ايه؟ انه بينتمي لبلد تاني. يعني سفير امريكا في مصر مش مصري، لازم يكون امريكي بس عايش في مصر، وسفير مصر في امريكا مصري مولود في مصر بس عايش. فاول حقيقه لازم نعرفها عن السفر يا جماعه، انك لا تستطيع ان تكون سفير الا لو كنت مولود في البلد التي تمثلها. يعني السفير الأمريكي في أي بلد في العالم، في كل بلاد العالم، لابد أن يكون أمريكي المولد، لابد أن يكون أمريكي علشان يقدر يمثل أمريكا، بيتكلم لغة أمريكا، بيعبر عن رأي أمريكا. والسفير المصري أو السفير الأردني أو السفير الأسباني السفير المكسيكي whatever، أي سفير لازم يكون مولود في بلده. وأنت لا تستطيع أن تكون سفير لملك الملوك ورب الأرباب إن لم تولد من فوق. لازم تبقى مولود من السماء، لازم تبقى مولود لأنك سفير للسماء. ما ينفعش أنك تعبر عن رأي السماء وتعبر عن آراء السماء وتعبر عن الملكوت إن ما كنتش ابن الملكوت. عشان كده لما الكتاب بيقول في إنجيل يوحنا صحاح 1 وعدد 12، أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. ده ببساطة ان انت يوم ما بتتولد الولادة الجديدة، ويوم ما الله بيكتب اسمك في سفر الحياة، يوم ما بتصبح ممثل شخصي للمسيح. فاكرين الرب يسوع قال ايه لنقديموس؟ قال له ينبغي ان تولد من فوق، ينبغي ان تولد من فوق، لانك لما تتولد من فوق هتبقى سفير فوق، يبقى من حقك تصبح سفير. الحاجة التانية ان السفير غريب في بلد اللي عايش فيها. واحنا كتير كمؤمنين بننسى ان احنا غرباء ونزلاء على الارض. انا سفير مصر في امريكا، انا عايش هنا في غربه. السفير المصري هنا مهما كان قاعد في بيت رائع وحي رائع و و و ستيل هو في غربه، عارف انه بيقضي زمان غربته. السفير الامريكي في مصر عارف انه بيقضي زمان غربته، حتى لو كان ساكن في ارقى احياء مصر وعنده بيت من لكن في النهايه هو عارف انه فترته حياته كسفير هي حياه غربه بيقضيها في بلد اللي هو الله معينه فيها. وانا كمؤمن وانت كمؤمنين بغض النظر انت عايش فين، احنا سفراء. يعني ايه؟ يعني انا غريب. فين وطنك؟ فين بيتك الاصلي؟ هناك، هناك. عشان كده عشنا مهما عشنا، رحنا مهما رحنا، دوري ان انا اعيش كسفير، دوري ان انا اتصرف كسفير لله، دوري ان انا اعز عن المسيح، تصالحوا مع الله. دي الرسالة الوحيدة للكنيسة يا جماعة. اللي فاكر ان الكنيسة ليها رسالة تانية يبقى غلطان. اللي فاكر ان المؤمن ليه رسالة، رسالتنا الوحيدة كسفراء ان نعز للناس تصالحوا مع الله. الناس اللي إبليس عمى عنيهم، الناس اللي إبليس خلاهم في حالة عداوة مع الله. هو الإنسان من ساعة ما سقط الإنسان في الخطية،
من أيام آدم وحواء، والخطية صارت فاصلة بين الإنسان والله، فبقى في عداوة، في حاجز عداوة بيفصل الإنسان عن الله. هذا الحاجز هو الخطية، هي الخطية. الخطية عملت الفاصل ده. فأنا دوري كسفير، دوري كسفير إن أنا أعبر عن رأي بلدي. إيه هو رأي بلدي؟ إيه هو رأي الملك اللي بعتني؟ الملك اللي بعتني بيقول لي روح للعداء دول، روح لعدوك ده وقول له أنا مت من أجلك، وإذا قبلتني هتصير لك حياة أبدية. وبكده نكسر حاجز العداوة، نكسر حاجز العداوة اللي إبليس زرعه بين الناس. عشان كده يا ميرفت مهم جدا إن إحنا نفهم إن العالم كله منتظرني أنا، ومنتظرك أنت، ومنتظرك أنت أنك تسعى كسفير، تسعى كسفير بتروح للناس، بتروح بالذات للأعداء وتقول له الله بيحبك، الله بيحبك. عشان كده الآية بتقول ناعز عن المسيح، تصالحوا مع الله، الله مش عدوك، الله بيحبك. يا أخي يلي مش بتؤمن بالمسيح الله بيحبك، يا أختي يلي بتضطهدي الكنيسة الله بيحبك، يا عالم يلي مش قادر تحب الكنيسة الله بيحبك، اللي مش قادر تحب المؤمنين الله بيحبك. هذه هي رسالتي كمسيحي، كأسيس، كخادم، كمؤمن، كشخص عادي في الكنيسة، كسفير للمسيح. عندي رسالة واحدة بس، عندي رسالة واحدة هفضل لغاية ما أموت أقولها، إن المسيح بيحبك ومات من أجلك. هذه هي رسالة السفير. رسالة السفير أنه بيعبر عن رأي بلاده، بينقل آراء، لا يعبر عن رأيه الشخصي. يعني ما ينفعش أن أنا أقعد النهاردة أقولك أنا كهشام رأيي، أنا ما عنديش رأي، أنا ما عنديش رأي. ليه؟ لأن أنا هشام. أنا بقول لكم الكلام ده بمنتهى الأمانة، أنا يوم ما سلمت حياتي للمسيح عرفت أن هشام صفوة كامل مات. فأنا ليس لي رأي، وليس لي إرادة، وليس لي رغبة. أنا أحقق على هذه الأرض إرادة الذي أرسلني، وإرادة اللي اشتراني بدمه. شهوتي هي أن أنا أعمل إرادة اللي أرسلني واللي افتداني بدمه، لأني مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فأنا بسعى عن المسيح كسفير، كأن الله يعز بي أنا. وده بيحط علي مسؤولية. مين أنا يا رب؟ مين أنا يا رب؟ مين أنا؟ مين أنا؟ إيه إمكانياتي أنا؟ إيه مؤهلاتي أنا؟ لكن الله في محبته بيستخدم هذا الإناء الخزفي اللي ملهوش قيمة، لكن وجود المسيح في الإناء ده هو اللي بيدي قيمة. عشان كده أنا بخرج للناس كلها، بسافر للعالم كله وأقول لهم تصالحوا مع الله، أقول لهم الله بيحبك، الله مش عايزك تفضل في العداوة دي، الله عايز ينقلنا. كنا قبلا أعداء، أنا واحد من الناس، كنت قبلا عدو، كنت قبلا في عداوة مع الله، كنا قبلا أعداء، ولكن صلحنا يا رب. مين اللي صالحنا؟ المسيح بدمه. عشان كده الله النهاردة بيحط عليا وعلى ميرفت وعلى مشيل وعلى كل المشاهدين المؤمنين هذه المسؤولية. أنت نور، أنت ملح، أنت السفير، أنت السفير اللي الله بعتك في المكان اللي أنت فيه عشان ينادي للناس تصالحوا، تصالحوا مع الله. آمين يا حضرة الأسيس. ويا مشيل، مين اللي يقدر لغاية ما ناخد اتصال؟ وأختي فيبي، أهلا وسهلا بيكي. أهلا يا ميرفت، إزايك؟ أهلا بيكي حبيبتي. أهلا بيكي يا فيبي. احنا مبسوطين انك تكون معانا وتكون سفير نيابة عنا. حضرة الأسيس، أنا ليا سؤال في إشعياء، سفر إشعياء أصحاح 19، لما بيقول وحي من جهة مصر، وذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من جهة من وجهه، ويذوب قلب مصر داخلها، وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وتهراق روح مصر داخلها وأثني مشورتها، فيسألون الأوثان والعارفين أصحاب التوابع والعرافين. ده سؤالي من في الأول. أصحاح إشعياء في 5 باراجراف. هل الباراجراف الأولاني ده بيتكلم عن الأحوال الحالية الموجودة في مصر؟ وما رأيك في الباراجرافات الباقية؟ ده سؤالي ليك. حاضر. شكرا فيبي. طبعا لازم نعرف وإحنا بنتعامل مع النبوات إن في نبوات في العهد القديم قابلة للتكرار، وفي نبوات
بالذات اللي خاصة بالمسيح تحدث مرة واحدة بس. يعني النبوات اللي تنبأها العهد القديم عن المسيح دي نبوات اتنبأ عنها أنبياء الله في العهد القديم وتحققت كاملة في المسيح في العهد الجديد. لما يجي إشعياء يقول هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه يسوع ويدعى اسمه عمانوئيل, النبوة إشعياء شافها 800 سنة قبل المسيح وتحققت. عشان كده اللي يرى بالذات إنجيل متى يلاقي دايما متى بالذات أكثر من الأناجيل الثلاثة التانيين كان دائم أنه يقول حتى يتم ما قيل بالنبي القائل, حتى يتم المكتوب. انه النبوات اللي قيلت عن الرب يسوع من بدايه سفر التكوين, من اول نسل المراه يسحق راس الحيه, في كل العهد القديم لقيناها بتتحقق حرفيا في المسيح. لكن في نبوات تانية حصلت وبتحصل وممكن تحصل. يعني لما بنتكلم عن إشعياء 19, هل النهارده اول مره نسمع انه مصريين ضد مصريين؟ طب ما حصلت في ثوره 19 وحصلت في ثوره 23 يوليو وحصلت لما دخل العرب او الاسلام لمصر وحصلت لما المسيحيه ابتدت من 2000 سنه في مصر. التاريخ بيقول انه كذا مره يحصل هياج في الشعب وتقوم جماعه على جماعه وتحصل ده. هل النهارده اللي بيحصل ده جزء من تكرار لنبوه إشعياء 19؟ ممكن جدا. هل ما فيش خمس مدن لما بيقول تكون خمس مدن تتكلم بلغه كنعان او لغه الرب؟ هل ما فيش خمس مدن في مصر تعرف الرب؟ في خمس مدن في مصر تعرف الرب. هل لما بيقول واحده منها تدعى مدينه الشمس, هل هليوبوليس هي مدينه الشمس؟ هل لما سمعنا انه احدى المحافظات في مصر وضعوا حجر اساس لمدينه جديده اسمها مدينه الشمس؟ النبوات دي كلها بتحصل وممكن تحصل وحصلت وممكن تحصل تاني. الإنسان المؤمن الذكي هو اللي يقدر يتابع اللي بيحصل ويشوف إيه المحصلة بتاعتها. أنا بالنسبة لي لما بقرأ إشعياء 19 وأنا لا أخفيك القول أن أنا لما كنت في مصر وسمعنا أنه الناس اللي هربت من السجون ابتدت تروح تحت العمارات وتقول للناس يتنزلوا اللي معاك وهنطلع نذبحكوا, عارف التعبير بتاع قلبك وقع في رجليك, ده تعبير يخوف. مش لأن خايف من الموت أبدا, أنا ما بخافش من الموت. يعني يوم ربنا يسمح أن أنا أموت هبقى فرحان لأنه ذاك أفضل جدا. لكن أنك تحس أنك ممكن حياتك تنتهي بالطريقة دي على أدين واحد بلطجي بيقولك يا تديني اللي معاك يقتلك, ده في ناس كتيرة في مصر روحها رايحة منها. لكن ال- 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 أنا بقى كمؤمن بقرأ الأحداث دي وبشوف اللي بيتقال في إشعياء 19 وبشوف النهاردة اللي بيحصل في مصر, بطلع بحقيقتين. الحقيقة الأولانية إنه اسم الرب سيعرف في مصر. النهاردة لما نسمع شباب من قصر دبارة يطلعوا في ميدان التحرير, مش مع المظاهرة, وأنا بقول كده بمنتهى الوضوح مش مع المظاهرة لأن هم لا مع ولا ضد, لكن يطلعوا يرنموا في قلب ميدان التحرير, ودي حاجة عمرها ما حصلت, عمرها ما حدش كان يحلم بيها إنه 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 على مسرح في أو على ستيج في ميدان التحرير الناس تطلع وتقول بارك بلادي وسلام سلام لشعب الرب في كل سلام. ده اسم الرب بيعرف في مصر. النهاردة لما القنوات فضائية كتيرة نقلت الترنيمة دي, نقلت الناس وهي بترنم بارك بلادي ونقلت الناس وناس بتقول سلام سلام لشعب, وهو ده اسم الرب بيعرف في مصر. فأنا كمؤمن بقرأ الأحداث وبشوف إيد الله بتتعامل إزاي في التاريخ, بشوف أنه على مر العصور الله بيسمح بأحداث عشان في النهاية اسم الرب يمجد. فأنا اللي يهمني في إشعياء 19 أنه وسيعرف اسم الرب في أرض مصر, أنه من اسكندرية لأسوان وفي العالم العربي وفي كل الدان لما تتزع ترنيمة زي كده أو لما يتقال حاجة زي كده اسم الرب بيعرف في أرض مصر. وأنا قلت كده عقب أحداث اسكندرية أنه اللي حاولوا يعملوا أحداث اسكندرية حاولوا يوقعوا صليب, حاولوا يهدوا كنيسة. كانت إيه النتيجة؟ تفرجوا على التلفزيون المصري وكل تلفزيونات العالم كانت حتى صورة الصليب لمدة أول أسبوعين في يناير كل القنوات الفضائية في مصر وكل القنوات المصرية كانت حاطة الهلال مع الصليب. مين كان يصدق أن التلفزيون المصري يحط الصليب 24 ساعة؟ يعني الراجل الإرهابي اللي حاول يكسر صليب ربنا خلى الصليب دخل كل بيت. في ماتشات الكورة لما كانوا حاطين كل الإعلانات أنا مصري ضد الإرهاب وحاطين الصليب دخل كل بيت.
المحصلة في الظروف الصعبة دي كلها أنه اسم الرب هيعرف، اسم الرب هيعرف. الحقيقة الثانية اللي لازم نبقى حريصين فيها ونبقى فاهمينها كويس من إشعياء 19 برضو، وإحنا بنقرأ الأحداث، أن الله ختم يقول لأنه مبارك شعبي مصر، إنه إن البركة مش في الأرض، البركة في الشعب، في البركة في الناس، البركة في المؤمنين. إن الله بيقول برغم كل الأحداث دي، برغم إن الناس دي هتقوم على بعض وهيحصل الكلام ده كله، لكن في النهاية في المحصلة النهائية الله اسمه هيتمجد والشعب هيتبارك. المؤمنين اللي متمسكين بالله، المؤمنين اللي رافعين عينهم لله، المؤمنين اللي الله مالي قلبهم ومالي حياتهم، هم دول اللي الله هيباركهم. أمين أمين. أخويا عيسى أهلا وسهلا بيك. ميربت أهلا بيك. الله يخليك، منور الشاشة دايما. تعيش، ربنا يخليك. الله يخليك. أنا بس بدي أحكي مع الأخ المحبوب هشام القس. هشام اتفضل. مساء الخير أخونا هشام. أهلا وسهلا بيك حبيبي. أهلا وسهلا بيك. أنا انتهتك حياتي، يعني شبه لك بصمة بحياتي الصحيح. يا ربي يخليك. من 5-6 سنوات بقيت أسمع لك وأجي عندك، بس رحلت من الميكروفون يا صحيح. أهلا وسهلا بي. الله يباركك، أشكرك. بدي أسألك، هل اللي صار بمصر استجابة للصلوات ولا بدون، يعني شو الهدف اللي بعد انفجار الكنيسة القديسين بالاسكندريه صار هالشيء بعد صلوات ولا شيء صار صدفه هيك بدون ترتيب الهي؟ اشكرك جدا. لا، ما فيش حاجه بتجرى من غير ترتيب الهي. الله يعني الله متداخل في كل الامور، والله مكتوب عنه انه لا ينعس ولا ينام. الله عارف كل، الله ده هو اللي بيخلي الشمس تطلع وهو اللي بيدير العالم ده كله، فالله عارف هو بيعمل ايه، والله عارف التوقيتات. يعني يمكن احنا ليس لنا ان نعرف الازمنه والاوقات، لكن الله عارف التوقيتات. هل كون اللي بيحصل ده استجابه لصلوات؟ انا متاكد ان في ناس كتيره نفسها نعيش في حريه، ناس كتيره نفسها ان ما تبقاش مرعوبه من البوليس. احنا وصلنا في لحظات في مصر كنت تبقى ماشي، او اما كان يعني اما كنت اسيس في مصر ويجي لك عسكري صغير يقول لك فلان بيه عايزك، تقعد طول الليل مش عارف تنام لانك ما انتش عارف لما بيقول لك تعالى اشرب قهوه عنده بتبقى ايه. في ناس كتيره كانت بتصلي انه ربنا يتداخل في الامور، وما فيش شك ان كلنا بنتطلع لغد افضل، بنتطلع ان انت تعيش في حريه اكتر، وتعيش ان انت في سلام اكتر، وتبقى امن على بيتك وعلى اولادك، وتكون عندك ابسط الحياه الـ 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 الكريمه. اللي انا متاكد منه في كل الظروف دي، اللي انا متاكد منه وانا بصلي ان كل المشاهدين في مصر يصدقوني ويصدقوا كلام الله، أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ما تاخدش شيء واحد وتبني عليه تشاؤم أو تبني عليه تفاؤل. احنا لا بتاع تشاؤم ولا بتاع تفاؤل، احنا لا نبني حياتنا على التشاؤم والتفاؤل، احنا نبني حياتنا على الكلمة النبوية اللي الكتاب يقول وعندنا الكلمة النبوية التي هي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها. لو كل كنيسة في مصر وكل كنيسة في العالم وكل مؤمنين في مصر رجعنا للكلمة النبوية ورجعنا لكلمة الله، هنصدق وهنشوف بعيننا إن كل الأشياء، إذا كان أحداث اسكندرية ولا أحداث 25 يناير، إذا كان اللي بيحصل النهاردة ولا يحصل بكرة، جمع كل الأشياء دي اللي شكلها مش متجمعة مع بعض لكن هم عند الله متجمعة، وهتصدق إن كل الأشياء دي هتعمل معا للخير للذين يحبون الله. بس إحنا نحب الله. أنا بترجاكم افتحوا قلوبكم لله وحبوا الله وسيبوا الله، سيبكم استمتعوا بمحبة الله وارموا نفسكم في حضن الله، تأكدوا أن كل الأشياء دي هتعمل معنى الخير للي بيحب الله، مش للي الله بيحبه، لأن الله بيحب الناس كلها، لكن هيخلي كل الأشياء دي تعمل معنى للخير للذين يحبون الله. أمين يا حضرة الأسيس. من كل قلبي فعلا بشكركم جدا، أسريتوا الحلقة إن كان بالترنيم والكلمات الرائعة والألحان الرائعة يا مشيل، أو بالكلمات الممسوحة منك يا حضرة الأسيس. ربنا يبارككم ويستخدمكم أكتر من كل الماضي. أحبائي، من كل قلبي بشكركم على حسن متابعتكم، وصلاتي
أن يستخدم الله كل ما يقدم لمجده وامتداد ملكوته، ومعا نحو عالم أفضل.